السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج الديوانية على شاشة الرياضية السعودية. بإمكانكم مشاركة عبر هاشتاج البرنامج هاشتاج الديوانية على حساب القناة الرياضية السعودية في تويتر. أبدأ بالترحيب بضيوفنا، عندنا اليوم مفاجآت جميلة، الكابتن الكبير محمد عبد الجواد. أهلا وسهلا يا أبو عابد. أهلا وسهلا سعيد، بعد غيبة ها؟ أي والله. أول شيء سعيد بتواجدي معاكم، كل عام وانتم بخير، أستاذ المشاهدين بخير إن شاء الله، وصحة وعافية وعيدوا علينا إن شاء الله عوام مديدة، وإن شاء الله نبارك للقيادة كمان مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والشعب السعودي والأسرة الرياضية في السعودية. سعيد جدا بتواجد معاكم مع كوكب من النجوم ما شاء الله تبارك الله، وأسعد جدا إني أنا في قناة الوطن. الله يحييك. لكن أنت طبعا الاتحاد الآسيوي مختارك مقيم فني للمباراة الغد المنتظرة ما بين الهلال والرباط. هذه ثالث سنة يختار الاتحاد الآسيوي مقيم فني للمباراة، واختيار أفضل لاعب في المباراة، وأيضا تحليل المباراة للاتحاد الآسيوي. نعم، والحمد لله المرتين اللي فاتت كلها فاز فيها الهلال. الحمد لله، وإن شاء الله بكرة الثالثة يتوج فيها الفريق الهلالي من مباريات أو مباراة الذهاب. لكن المكان هذا يعني لك شيء كثير، صح ولا لا؟ صح. تذكرته؟ أي طبعا. ها؟ عام كم؟ 84 الظاهر. 84 فيها الظاهر 84 اي 84 مع الأستاذ الكبير جاسم العثمان، الله يذكره بالخير. الله يذكره بالخير، واحد من الكوادر الوطنية الرائعة جدا. وكانت بعد فوزكم هم كأس آسيا، بعد كأس آسيا أو بعد لوس أنجلوس، يعني واحدة فيهم ماني متذكر بالضبط، بس جينا الفريق كله، المنتخب السعودية كله، يعني واحد ورا الثاني. الله يحييك. فكانت أيام جدا جدا جميلة. رحب أيضا بالدكتور جاسم الحربي، أهلا وسهلا فيك. الله يحييك، وطبعا هذه فرصة أن احنا نقدم أعيادنا الجميلة لسمو سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والشعب السعودي والرياضي والمقيمين هنا، الزملاء الأعزاء طبعا من زمان ما شاهدناهم، خاصة أبو عابد. ونتمنى إن شاء الله تكون حلقة إن شاء الله مثرية للجميع، وكل عام وانتم بخير. الله وانت بخير. رحب ايضا بالاستاذ خالد الزيد او الكابتن خالد الزيد، اختار انت فيهم، وش الاقرب لك الحين في البرامج الرياضيه؟ الله يحفظك. اول شيء امسي عليك استاذ محمد. الله يمسيك خير. ومسي على الساده المشاهدين، وقبل ذلك نبارك القياده الحكيمه مولاي خادم الحرمين الشريفين سمو سيدي ولي العهد، وللشعب السعودي العظيم، ولا القائمين على هذه البرامج الرياضية، وزملائي وأساتذتي الموجودين معنا اليوم في هذا البرنامج الجميل. ونقول كل عام أنتم بخير. وأنت بخير يا أبو فيصل. الله يحييك إن شاء الله على هذا البرنامج الجميل، إن شاء الله تكون حلقة إن شاء الله ثرية ومثرية بإذن الله. إن شاء الله أنها ثرية. كابتن الكبير عبد الله خقير أبو ماجد، أهلا وسهلا. الله يسلمك، هلا بنواب. والله عندك شعور مختلط، شعور والله في نهائي وفرح وسعد صدر كأس الملك ونتيجة الخليج نكد عليك اليوم. ها أكيد النتائج اليوم. خلينا في الأول أرحب بيك وبالزملاء المتواجدين والناس العاملين خلف الكاميرات والزملاء، وعيد مبارك وعيد سعيد على الجميع، وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. وانت طيب، رحبت وخلصت. طيب، أعطينا وضعك. اللي حاصل اليوم النتائج فيها قلق، العدالة والخليج والوحدة، نقول إن شاء الله خير. بس نحن دحين كأس الملك إن شاء الله. كأس الملك ها؟ طيب نحن نقول كأس الملك. ايه؟ خلي الهلال بكرة يأخذ آسيا ونقول له مبروك كأس آسيا بمشيئة الله، ويسيب لنا كأس الملك. لازم الهلال يأخذ كأس السنة كده، يعني يغمضوا عينه. طيب إن شاء الله. أرحب بالأستاذ عيسى الجوكم، أهلا وسهلا فيك، منورنا يا حبيبي. مرحبا أخوي أستاذي، وأيضا الأخوة الزملاء، كل عام أنتم بخير قيادة وشعبا. وإن شاء الله مثل ما قال الكابتن بالنسبة للوحدة، ترى الأسابيع القادمة ترى أصعب. 23 الآن أنت. أيوة زد عليه. يعني يقول لي 23، عدالة 21، الخليج بعد الفوز اليوم 20. الله يساعدك. 21 نعم. دوري صعب والله، من جد صعب. والباطل لو فاز بكره حيكون اللي هو 18.
ايش ده؟ عندك مباراة ويا الباطن، عندك مباراة ويا الخليج. لا لا مباراة مع الخليج، الموضوع يخوف. ها؟ طيب خليك شوي ال ها؟ خلينا بالكاس. يا كريم. طيب. دكتور عبد العزيز اليوسف اهلا وسهلا. الله يحييك ابو نواف، احييك واحيي الساده المشاهدين واحيي الزملاء الكرام، وكل عام وانتم بخير جميعا. وانت بخير الاستاذ فواز الشريف، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. اليوم والله حطيت الرجل على رجل من بدري. والله متصدر الدوري. متصدر. احييك والساده المشاهدين الكرام والزملاء الاعزاء. عندي نجوم كره القدم هنا، يعني واحد سعيد يكون موجود معاهم، حبيبي محمد عبد الجواد، واحد من عباقرة كرة القدم السعودية، مولود في المنتخب، مولود في الدولية والعالمية، يعني نجم كبير، وإحنا سعداء يكون موجود معانا، ورئيسنا المستقبلي إن شاء الله يا رب كابتن عبد الله، بس بعد الكاس. طيب ان شاء الله يا رب. طيب هو طبعا اليوم لو تلاحظون مشاهدين الحلقه رياضيه، يعني بتواجد لاعبين كبار معانا، وعندنا ثلاثه اعلاميين لا يغلبونكم. لا مغلوبين. انا اقول لك ليه. ليه؟ اول شيء احنا محبين لهذا الجيل. ايه؟ ومتابعين، وهم بالنسبه لنا نجومنا في زمن كره القدم. لذلك حتى على مستوى إدارات الأندية وكذا، أحيانا حتى رؤساء أندية يكون معجب بلاعب من محبين اللاعب حتى ما يقدر يتخذ معهم. إحنا الآن بنحاول، أبو عبد الله خبرة وإن شاء الله يساعدنا فيهم، لكن كباتنا يعني نشوف عندك حارس على مستوى من بدري. ها؟ مستسلم من بدري أجل. ماني مستسلم، أنا أسوي لعبد الله زي الهلال. الهلال ياخذ اسيا ولا ما يترك شيء الهلال. كاسحة الالقاب عيني عليه بارده، عشان بكره إن شاء الله ربي يوفق ان شاء الله وينتصر بمشيئه الله. خلونا نتابع اخر الاخبار ونرجع نفتح من مواضيع مع ضيوفنا في هذه الحلقه. بدأ الهلال تدريباته متاخرا بساعه عن الموعد المحدد من قبل الاتحاد الاسيوي لكره القدم، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية بعد الأمطار التي شهدتها العاصمة الرياض، فيما أكد مدرب فريق الهلال الأرجنتيني رامون دياز جاهزية الكوريجانج لمواجهة أوراوا الياباني في ذهاب نهائي كأس آسيا، والذي سيقام على استاد الملك فهد الدولي بالرياض. أعلن نادي العدالة عن مغادرة لاعبه البرازيلي أديسون إلى البرازيل بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي، لمتابعة الإصابة وإجراء عملية الرباط، وبذلك سيغيب أديسون حتى نهاية الموسم، حيث أتت الإصابة في مواجهة الفريق أمام نادي ضمك. دعا رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الفيحاء عبد المحسن التويجري ونائبه الأستاذ سامي الرشيد لعقد اجتماع أعضاء شرف النادي يوم الأربعاء القادم، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جميع ما تم عمله في الفترة الماضية وما ينتظر النادي من استحقاقات قادمة. أشارت تقارير صحفية أن إدارة نادي الطائي طبقت نظام الحضور والانصراف بنظام البصمة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم كافة، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة النادي أمنت أجهزة الحضور والانصراف بمقر النادي، حيث تهدف من تلك الخطوة إلى ضبط التدريبات على أن يكون موعدها في تمام السادسة مساء، فيما يتم تسجيل الانصراف فور الانتهاء من التدريبات. كانت هذه آخر الأخبار الرياضية. أحد من ضيوفنا يبغى يعلق، بدأ تتكلم على موضوع التمرين، التمرين بالنسبة للهلال يتأخر. شوف إذا الأحوال الجوية يعني هي السبب فطبيعي يحصل هذا، أمطار، رياح شديدة، عدم وجود رؤية، صعب أنك تتمرن اللاعبين حتى هم يبغون الساعة البيولوجية لوقت المباراة. نعم. إذا جات الأحوال هذه وأخرتها ساعة ما يأثر بشكل كبير، خاصة أنك عايش في نفس الأجواء. هذا بالنسبة للأجواء، لكن بالنسبة للاعبين أنفسهم من أي ناحية؟ من ناحية نفسية خلينا نقول. لا ما في شيء ضغوط عليهم، ما هي مباراة يعني، هي هو تمرين في الأخير. وعموما مواعيد التدريبات محددة من الاتحاد الآسيوي، يعني مش باختيار يعني. مش باختيار. وحتى التمرين خاصة اليوم، بكرة عندك مباراة، الغالب عليه 70% ترفيه. ما في يعني، حتى لو في حاجات تكتيكية تكون خفيفة جدا.
يعني نعم. ما هو مقلق للهلال خاصة نعم. هو الآن ماشي في كيرفت أحمال تدريبية لازم توزع بالشكل الصحيح، يلعب في الدوري ولعب كاس الملك الآن آسيا يعني نعم. شهر أبريل ما شاء الله حافل يمكن 8 مباريات وهذه يعني مستحيلة نعم. يعني أنا أشوف فيها ظلم في عملية وضع الهلال في مباريات خاصة في خلال شهر واحد 8 مباريات كثيرة على الهلال يعني ما في نادي سعودي تعرض للشيء ذا أتوقع فعموما تأخير التمرين ما راح يأثر بشكل كبير لأن غالبا المدربين في مباراة مثل هذه يعمل على الجانب النفسي يحافظ على الجهاز التنفسي والدورة الدموية ويكونون جاهزين بكرة أكثر لأن إذا أنت يعني أخذت منهم في التمرين مجهود فمعناتها هتأخذ من المباراة نعم فما أعتقد ما يأثر خاصة أنه خارج عن إرادتهم الاتحاد الآسيوي حط ضوابط لكن عنده مرونة أيضا نعم. أنا كمحاضر آسيوي أحيانا حتى ألغي الدورة أأجل الدورة يعني من حقي الشيء هذا لكن عموما إن شاء الله أتمنى للهلال بإذن الله الفوز بمشيئة الله بكرة لأنه ممثل للوطن وإن شاء الله يكرر البطولة الثالثة على التوالي إن شاء الله بمشيئة الله. دكتور عبد العزيز أنا بس قبل ما أبدأ بالتعليق على خبر تعرفون الأيام هذه في حملة أو في إجراءات جديدة حول ظاهرة سيئة من واجبنا كإعلام حقيقي رياضي له دور كبير في تثقيف وتوعية المجتمع حول يعني حملة نقول يعني تجعلنا نستشعر كما استشعرت قيادتنا الكريمة والحكيمة في أن ظاهرة هذه المخدرات تستهدف المملكة العربية السعودية بشكل كبير وجود شبابنا وجود الخير والنعم اللي موجودة الحمد لله في بلدنا لذلك يمكن هذا الظاهرة المسؤول والقيادة الكريمة استشعرت فعلا أن هناك حرب أو زادت هذه الحرب لذلك تطلب الأمر أنه يزود أو تزيد قضية الحماية المواطن اللي دائما تعودنا عليها من قيادتنا الرشيدة ونحن كمواطنين يعني نحن الصف الأول في الدفاع عن بلدنا ونحن العين الأولى في مراقبة أي فعلا أشياء فيها شبهات أو فيها مضرة يعني للمجتمع يجب فعلا ندعم هذه الحملة بشكل جيد ونتعامل معها بوعي كبير حقيقة خصوصا يعني أبنائنا وكأولياء أمور حقيقة لابد أن نسعى ونتجه كما تريد يعني قيادتنا الكريمة فنكون مواطنين صالحين. نعم أشكرك على التنويه. الله يرضى عليك. أنا بعلق على قضية البصمة في الأندية هل يقود إلى موضوع ضبط خلينا نقول وظيفة اللاعب أو علاقة اللاعب بالنادي تعرف مؤشر كبير في قضية حضور اللاعب إلى النادي بالنسبة للتدريب وهو يعني يقول لك اللاعب أو تقول لك الإدارة اللاعب هذا حتى لو قصر في أشياء ثانية أو سهر وكذا حينما يأتي للتدريب يقول للتدريب وهذا المطلوب منه إن لم يكن هناك لائحة داخلية تضبط عملية تصرفات وسلوك اللاعبين فقضية البصمة اللي موجودة على أنها متأخر كثير ما عاد بقى لا يمكن 6 مباريات لكنها فكرة أتمنى فعلا تتطور بطريقة جيدة استخدام التقنية أيضا تعرف خلينا نكون واقعيين يعني للأسف كثير من الأندية عند اللاعبين ما هو ذاك الجدية في قضية الالتزام ببعض ضوابط الأندية والالتزامات يعني الأدبية للنادي نعرف قضية أنه في ممكن يتأخرون في النوم مثل التغذية أمور كثيرة تحدث وبعبد أدرى مني في هذه الأشياء أنه اللاعب كلما كان منضبط كلما انضبطت المجموعة كلها حقيقة وكلما ارتاحت الإدارة في التعامل مع هذا اللاعب عشان ما يحدث أي إشكالات فأتصور أنها فكرة جيدة لو تطور فعلا وتكون يعني مطبقة أو يعني تدرس بشكل جيد تطبق في الأندية بشكل عام نعم. ويكون فيها نوع من يعني أيضا تنسيق مع المؤسسة بس الحين مثلا اللاعب بالتأكيد حتعرف أنه حضر التدريب ولا ما حضر جاء متأخر ما جاء متأخر يمكن البصمة تكون مفيدة للجانب الإداري أكثر من ما هو اللاعب صحيح. أنا ليش قلت أنا بقى تتطور الفكرة في أن تعيد حسابات اللاعب لأن يكون هو في داخله منضبط يعني ماشي طيب حتى اللاعبين على فكرة كان في مشاكل قبل سنة أو سنتين يقول لك المدرب اللاعب مو منضبط معي ويظلم اللاعب لأنه مش داخل مزاجه طيب. عفوا يقعد المدرب يراقب اللاعب ماشي بس لازم أطلع التقرير المباراة المنتظرة بمشيئة الله بكرة على استاد الملك فهد الدولي بين الهلال وأوراوا الياباني نتابع.
الثامنة والنصف بتوقيت العاصمة والتاسعة بتوقيت الهلال، العقارب تسارع الدوران، المشهد يبدو واضحا، قمة آسيوية بين هلال السعودية وكتيبة أوراوا اليابانية في أطول نسخة قارية، ومع أن الوقت مضى إلا أن المتعة لا تشيخ أبدا. أستاذ الملك فهد، بالعاصمة الرياض يحتضن غدا السبت الفصل الأول من نهائي دوري أبطال آسيا، والذي يجمع بين الهلال وأوراوا الياباني للمرة الثالثة وبرقم استثنائي في تاريخ المواجهات الثنائية، حيث انتصر أوراوا عام 2017 وفاز الهلال عام 2019. الهلال يلعب النهائي التاسع له في القارة ويعد الأعلى بين الفرق وصولا إلى المعترك الأخير، أما أوراوا فيلعب القمة النهائية الرابعة له بعد أن خاضها أعوام 2007 و2017 و2019. الأرجنتيني رامون دياز يعول كثيرا على سالم الدوسري في مركز الجناح، والنسر النيجيري أوديون إيغالو في خط الهجوم، إضافة إلى القائد سلمان الفرج والذي يعد بمثابة عمود التوازن في المنظومة، كما تنفس دياز الصعداء باستعادة المدافع علي البليهي إلى جانب ياسر الشهراني، وهنا قوة إضافية في كتيبة الأزرق التي تمتاز بوجود لاعبين مميزين في كافة الخطوط، ما يمكن دياز من المداورة وتطبيق العديد من الخطط الفنية. أزرق العاصمة وصل إلى نهائي القارة بعد أن نجح بدك مرمى الدحيل القطري بسبعة أهداف دون رد، بينما وصل أوراوا بعد فوزه على تشيومبوك الكوري بركلات الترجيح. قمة نارية، فمن سيكون بطلا للقارة الآسيوية؟ الزملاء على هذا التقرير. مباشرة نذهب إلى زميلنا أحمد أبو مسمار، متواجد في استاد الملك فهد الدولي وآخر استعدادات الفريقين. هلا وسهلا أخوي أحمد. أهلا محمد لك ولضيوفك الكرام وأيضا مشاهدي برنامج الديوانية، بكل تأكيد من أمام استاد الملك فهد بن عبد العزيز ملعب الدرة الذي سوف يحتضن النهائي الكبير، نهائي ذهاب دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا. الكثير يتحدث عن هذه المواجهة في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي وأيضا في القارة الآسيوية، خصوصا وأننا نتحدث عن بطلين بكل تأكيد من أبطال القارة في نهائي كبير، وسبق أن التقيا في فترات سابقة. بالمناسبة اليوم كان المؤتمر الصحفي لمدربي فريقي الهلال وأيضا أوراوا الياباني، وتحدث السيد دياز عن النهج الهجومي الذي سوف يكون في يوم الغد في التفاصيل الفنية، تحديدا بأنه سوف يلعب اللعب الهجومي المعتاد من فريق الهلال. تحدث السيد ماتشي المدير الفني البولندي لفريق أوراوا بأنه أيضا سوف يلعب لعب هجومي ولكن على الورق، وفي الواقع ربما لا نشاهد فريق أوراوا يلعب بالكرة الهجومية بكل تأكيد، خصوصا ان تحدثنا عن الأسماء المتواجدة والتي سجلت في الفترة الأخيرة باستثناء من الاتحاد الآسيوي بأربع أسماء سجلت لفريق أوراوا قبل النهائي الكبير. ألكسندر شورز هو سوف يكون متواجدا على ما لاحظت في التدريبات اليوم وحضوري في التدريب الأخير لفريق
أوراوا ألكسندر شولز وأيضا ماريوس المدافع النرويجي، مدافعان متواجدان بكل تأكيد ولاعبان أجنبيان يعتبران متواجدان في يوم الغد كلاعبين أساسيين بإغلاق المناطق الخلفية أمام الفريق الهلالي والاعتماد على الكرات المرتدة، خصوصا وأن تحدثنا بأنهم يملكون مهاجم خوسيه كانتي المهاجم الغيني الأسباني الذي تواجد في الفترة الأخيرة مع فريق أوراوا. بالمناسبة اليوم انتظرنا إلى الساعة 7 تقريبا من مساء اليوم زميلي محمد في بخصوص موضوع التيفو، هل سوف يكون متواجد أم لا؟ فكان القرار من الاتحاد الآسيوي بالموافقة بعد التدقيق على العبارات والصفر التي سوف يقوم بها مجلس الجمهور الهلالي في يوم الغد، وأتت الموافقة من الاتحاد الآسيوي يوم الغد بإذن الله سوف نشاهد تيفو الهلال في النهائي الكبير. هذه قراءة يعني أولية وعلى ما لاحظت في اليومين الماضية من فريق الهلال وأيضا فريق أوراوا الياباني. شكرا لك أحمد على كل هالمعلومات اللي حتساعدنا فيها إن شاء الله في الحلقة، ونتمنى التوفيق بإذن الله للهلال ونكون في كامل جاهزيته. كابتن محمد عبد الجواد، حسابات المباريات النهائية تفرق ذكرت المباراة عن ذهاب وإياب؟ كل تأكيد كل تأكيد، طبعا هي تعطي فرصة للفريقين أنه يكون الفريقين كل فريق يلعب على أرضه بين جماهيره، وهذا طبعا يعني حق مشروع في البطولات، خصوصا البطولات مثل هذه البطولات، إلا في حالة واحدة إذا اختاروا النهائي أنه هو يكون في أرض محايدة. محايدة نعم، فبالتالي هذا يعني حيكون fair enough بالنسبة للجميع. لكن بالنسبة للبطولة هذه تحديدا، أوراوا مو أوراوا حق قبل سنتين أو قبل سنة أو قبل حتى 3 سنين، أوراوا في السنة هذه مختلف. أنا متابع الدوري الياباني، أوراوا بعد ما انهزم في أول جولتين في 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 الدوري الياباني مشي 7 جولات من أروع ما يكون، خمس انتصارات واثنين تعادلات، وفي نفس الوقت معدل الأهداف اللي استقبلوها تخيل هم استقبلوا 4 أهداف في مباراتين، الآن في 7 مباريات استقبلوا 4 أهداف، شوف الفارق الكبير. نعم، وهذا يدل عليه، يدل على أنه في هناك تركيز كبير في الناحية الدفاعية للمجموعة كلها. نعم، لأنه لما تتكلم أنت عن المجموعة أو تتكلم عن فريق وتقسمه، الناس تقول لك والله مثلا الهجوم عند الهلال كويس، الدفاع مو كويس. لا، العملية ما تحسب بالطريقة هذه. لا، انت تقول والله المجموعة كلها الدافع كويس، المجموعة كلها الفريق دافع كويس والفريق يهاجم كويس. لانه في بعض الاحيان ممكن يكون هداف الفريق مدافع، زي مثلا أوراوا الان هدافين الفريقين 2 مدافعين، يعني خطر في الكرات الثابتة خطرين. فريق أوراوا الآن في المرحلة هذه فريق خطر، يلعب كرة استحواذ على مستوى عالي وبناء هجمات ويستعمل الأطراف كويس، بالإضافة إلى أنه يلعب الكرات الأمامية في الفراغات اللي هي خلف الأظهرة اللي ممكن يجدها، بخصوص أنه نحن دي تكلمنا عن الأظهرة في الهلال في 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 اندفاع هجومي. نعم، فبالتالي هنا 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 الميزة الوحيدة اللي ممكن أوراوا يتغلب فيها أو يتفوق فيها على الفريق الهلالي. نعم، لأنه استحواذ من أحسن ما يمكن، يمكن يمكن يعني يمكن على مستوى الهلال في الوقت الحاضر. يعني زي ما الهلال مميز في عملية الاستحواذ، أوراوا مميز. نعم، لكن في الكرات الأمامية أوراوا لا أكثر تميزا. نعم، فهل نشاهد استغلال أوراوا للمساحات اللي ممكن يتركها الأظهر؟ طيب، وخصوصا أن أوراوا عنده لعيبة سرعة، عنده لعيبة فنانين، 2 هذه أظهرة مميزين جدا. بس كابتن خوفتنا، خوفتنا يعني كمان في المقابل. لا 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 لا، هو شوف يا فواز، لازم تقول الشيء اللي موجود في المنافس اللي بتلعب أمامه.
أنا ما يعني ما بأخوف أحد ولا خوف الهلال، أكيد الهلال يعني دارسين. من المفروض أنه أوراوا هو اللي يخاف من الهلال، لأنه الهلال هو بطل المسابقة للآن لأربع مرات في أوقات متفرقة. والهلال اللي قدمه الهلال في السنوات الأخيرة، خلينا نقول في الثلاث سنين الأخيرة، السمعة اللي وصل فيها الهلال وخصوصا بعد مشاركته في كأس العالم للأندية، الواحد يمشي وصدر مرفوع ورأس مرفوع. ليش؟ لأنه الهلال كان حديث الجميع في البطولة السابقة اللي نتكلم فيها، بطولة كأس العالم للأندية، لأنه وصل لوصيف البطل. فبالتالي إذا أنت ما تخاف من الفريق هذا، معناته أنت ما تحترم الفريق هذا، وبالتالي هذه واحدة حتكون من مصلحة الهلال. لكن نحن نتكلم عن فريق مختلف الآن، أوراوا في الوقت الحالي مختلف عن أوراوا في الوقت السابق. طيب أبو فيصل، يعني أتفهم أنه دياز يقول أبغى ألعب بطريقة هجومية، لكن نفس الكلام قاله مدرب أوراوا أنه أيضا سينتهج طريقة الهجومية. يعني خلينا نقول يمكن عادة في المؤتمرات الصحفية قبل المباراة تكون في الدبلوماسية حاضرة من المدربين، ما أعتقد أنه يعني يكون فيها إعلام بهالصراحة هذه. بس أضيف على كلام الكابتن محمد، لأنه فعلاً إنه هو كان بدايتها، كان بدايتها يعني ما كانت متعثرة في بداية الموسم في اليابان، هو مختلف طبعاً عندنا. وإضافة إنه يعني استقطب لاعبين أجانب على مستوى، وتغيرت الفريق بشكل عام، الحالة الفنية بشكل عام للأفضل. كابتن معهم، انت ذكرتني خمسة لاعبين متغيرين في التشكيلة الأساسية من مباراتهم السيمي فاينل اللي لعبوها ضد جنبوك الكوري. نعم، خمسة لاعبين. عفوا كابتن تفضل. ويعني احنا نتكلم عن حالة الفريق الياباني، حتى المدير التنفيذي امس وانا اسمع في مقابلة معهم بعد وصولهم، انه يحاول انه بقدر ما يستطيع انه لا يلج مرماهم هدف او هم يسجلوا حتى تأخذ الافضليه. احنا نتكلم عن الفريق، لكن ما نتكلم عن الهلال. طبعا انا اجزم ان احنا لما نتكلم يعني الهلال في حاله فنيه استثنائيه، واجزم ان هذه مباراه بالخبره وامكانيات اللاعبين واللاعبين الاجانب واللاعبين المحليين الامانه والاكسبيرينس اللي يعني يحملها الهلال حتى بعد مشاركه الكاس العالم الأندية، ليست بس سمعة بل هو يعني إمكانيات فنية عالية أمام يعني بطل العالم ريال مدريد، وانت يعني تكون مباراة 5-3 وانت تحضر بهذه السمعة القيمة بعد مباراة طبعا وسمعة المنتخب السعودي في المشاركة مع الأرجنتين. هذه الأمور تأخذ التفاصيل عند الآخرين. فأجزم من الهلال حيكون حاضر الأمانة مهما تكلمنا عن هذا الفريق. وانت على أرضك اليوم اللاعبين، الاختيار العناصر، اعتقد انه في افضليه اليوم اللعب الارض يعني اكيد فيها يعني تفاصيل للمدير الفني للهلال، والاكيد انه يعني بمثل هذه الامور الهلال يعني اكيد انه يكون في تحضير ذهني ونفسي وبدني على اعلى مستوى مهما كان الفريق الاخر. ولكن اللي تفضل فيه الكابتن محمد هو التاكيد على انه يقرا بتفاصيل يعطي هذه التحليل للفريق المقابل قائمين على نادي الهلال، ان تؤخذ بعين الاعتبار، مع انه اكيد الإحصاءات عند نادي الهلال هي موجودة. ما في شك أنهم ذاكرين أوراوا بطريقة كويسة. عيسى الجوكم، الواحد يعني من خلال تجربة لاعبي الهلال مع هذه البطولة وهذا الجيل بالذات اللي اكتسب خبرة كبيرة في النهائيات ومختلف أيضا المنافسات سواء كانت محلية أو خارجية أو حتى على صعيد بطولة أندية العالم مثل ما ذكر كابتن خالد الزيد، هذه تخلينا نرتاح شوي بأنه قادرين لاعبة الهلال أيا كان الخصم انهم يكونوا في الموعد. يعني خلينا في البدايه نقول طبعا الاعلان بالنسبه للاعبين الاجانب الاربعه، طبعا ماريجا، ميشايل، طبعا هذا كان عليهم الاختلاف الاول انهم واحد منهم بيكون من ضمن الاربعه، كاريريو هو اللي استبعد، ماريجا موجود، ميشايل موجود، جانج طبعا موجود كمدافع وايجالو.
وبالتالي يعني الكلام اللي قاله دياز اليوم في المؤتمر الصحفي واضح جدا انه هو الهجوم ليس امامه الا الهجوم في هذه المباراه كمباراه ذهاب. اضف الى اللي انت تكلمت فيه حقيقه انه هناك ثأ بالنسبه لدياز في هذه البطوله تحديدا وامام هذا الفريق تحديدا. هو خسر في 2017 طبعا كانت الظروف اللي تحدثنا فيها عندما اصيب عمر الخوربين اذا تذكرون في 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 مثل صحيح المباراه. الان بالنسبه لدياز هو يعني خلينا نقول لك اياها ردت مش فقط ثار هو تحدي ناخذه ببيئه الهلال او بلاعبي الهلال انه لابد للاعبي الهلال ان يردوا الجميل الى 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 دياز. في منهم في الفتره الماضيه اللي كان لعب وخسر فيها كان في سالم وكان في ياسر وكان في سلمان الفرج. هؤلاء اللاعبين في 2019 وفي النسخه الاخيره نجحوا حقيقه في يعني في في يعني في زعامة آسيا كنادي الهلال. اليوم اللي أنا أقوله حقيقة اللي هو المحور اللي أنا يعني متأكد أو أركز عليه فيها إن هناك إصرار من قبل لاعبي الهلال لتكريم دياز في هذه البطولة تحديدا وفي النهاية تحديدا وأمام فريق أوراوا الياباني. لكن في الكلام اللي قاله الكابتن محمد عبد الجواد مهم جدا لا سيما انت تقصد انه من المحفزات للاعبين يعني ما اعتقد اللاعب اللي بيلعبون عشان دياز لا من ضمن العوامل ايه؟ لا 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 انا اقول لك من ضمن العوامل من ضمن العوامل محفزه انت قاعد تتكلم عن كيان هلال ايه؟ محقق البطوله من قبل لكن انا اقول لك اياها ايضا من ضمن العوامل انهم يروا ايضا ويقرؤوا في عين دياز ترى ان انا فشلت نعم. 2017 في تحقيق هذا اللقب يعني انه لابد ان احقق هذا اللقب بعد انه حققنا انجازات يعني وصيف انديه مونديال العالم الوصول ايضا لنهائي دوري ابطال اسيا الوصول الى مسابقه كاس خادم الحرمين الشريفين فبالتاكيد في يعني استاذ محمد بالتاكيد في قراءه ما بين المدرب وما بين اللاعبين خصوصا لاعبين الخبره المتمرسين اللي انت تفضلت فيهم. اثنين قولت او الحديث الكابتن محمد والكابتن خالد ترى اوراوا تحسن وين؟ بعد انه جاء لهم المدرب البولندي يمتلك خبره عن الهلال وعن الكره السعوديه وسبق ان درب فريق الاتفاق نعم. وبالتالي تحسنت هذه النتائج حتى هو في الدور التمهيدي بالنسبه لاوراوا ترى قابل فريق في الدور 16 ماليزي فاز عليه 5-0 وقابل فريق تايلندي في الدور ربع النهائي وفاز عليه 4-0 يعني ما كان هناك عندي تحدي واضح الا في مباراه كوريا الفريق الكوري اللي فاز فيها بركلات الترجيح ترى تاهل وبركلات الترجيح للمباراه النهائيه. عموما في المجمل انا اقول ايضا بالنسبه الى الهلال تاكيد الى الزعامه الاسيويه بالتاكيد هذا الجيل يريد الجيل اقصد بذلك سلمان وسالم وياسر اللي حققوا البطولتين السابقتين يريد ان يحققوا البطوله الثالثه ولكن انا مع الكابتن محمد في هذه المقوله اوراوا في هذا الموسم وفي هذا النهائي وتحديدا في هذه الاوقات يختلف عن الموسمين وعن النسختين الماضيتين. طيب كابتن عبد الله خقير من اختيار الثلاثي هذا اربع اجانب يعني هذا خلاص يعني واضح اسيوي حيكون موجود ايه وتحتاج اصلا في الدفاع ما في شك وجاهزيته كانت ايضا يعني من الاخبار المفرحه بالنسبه للهلاليين لان كان في اصابه في اليومين الماضيه لكن اختيار الثلاثي هذا ميشيل ايجالو ماريجا خلينا يعني نقول انه الهلال ممكن ينتهج الاسلوب اللي انتهجه امام السد بلعب بمهاجمين وخلفهم سالم وميشيل. شوف ابو نواف بكره نهائي نادي الهلال الكلام اللي قاله ابو عابد الكلام اللي قاله الكابتن خالد استاذ عيسى كل الكلام هذا لموا كده مع بعض ابو عابد بيركز ركزوا كوره ثابته كوره مدري عندهم مدافعين هدافين ركزوا ما يبغى الحاجات البسيطة تفلت من نادي الهلال وبنقول يا ريت بعدين ولا ونحن أحسن. الكابتن خالد نفس الكلام بيتكلم على الثقة والخبرة أنت بتتكلم على زعيم فعلا زعيم لعب في وسط المغرب وجمهور الوداد على مستوى العالم العربي كله جمهور صعب جدا نعم. وكانت الثقة والشخصية عن ماريجا وعند سالم وعند الهلال أصبحوا بيتكلم الكابتن خالد أصبحوا متشبعين بالشخصية شخصية الفريق البطل
شيخ ثقة، ان انا اسال ثقة ديك الصراحة. نعم. نحن لاعبي الكرة يعني انت احسن، خلاص واضح انك انت الهلال انت ما وصلت تاني العالم كده، انت ما لعبت مباراة، انت قدام ريال مدريد تسجل وثلاثة اهداف وبالطريقة ديك، اذا انت كويس. ابو عابد بيحذر هنا، بيكلمك على دياز وعلى ثار، كلنا نفتكر التعليقات لما طلعت على نادي الهلال لما خسرنا من أراوة. انا بمس الهلال لانه بمس الهلال بيمسنا لانه نعم. بلدنا افتكر التعليقات وكده فيها لما أراوة كسب، وكنت اشوف فيديوهات وكده على الهلال، يعني زي اللي زي سالم اعتقد ومين كمان سلمان هذول عاشوها، يبغوا ترى نحن لعب الكرة ترى في الحتة هذه حقت انه لازم برجع بجيب حقنا، رجعوها هم ضد أراوة. لا 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 بس يبغوها هنا على اساس انه فاكر الاعلام ديك والصور والحاجات دي. ايه. ليش انا جمعت لك الثلاثة الاربعة قلت لك كل الكلام هذا يمثل لك في الاخير شخصية الهلال بصراحة. انت بتقول لي لاعب اثنين ثلاثة الاجانب، طب واللاعبين السعوديين؟ لا لا انا اتكلم اللي بتغيره احسن من الاجنبي كمان. صحيح حقيقة يعني انا لاعب انت بتشوف سالم برا على الخط وبينزل سالم. فريق الهلال الميزة اللي وصلوا لها كل الكلام ترى انا بسمع الكلام وبرتبه فعلا الثلاثة السنين فريق استثنائي، فريق كبير، فريق مرتب، فريق عنده دكة، عنده إدارة، عنده كل شيء جاهز. نعم يعني انا استبعد بكرة اي خسارة للهلال لا سمح الله ولا دروب في المستوى، لا حيكون الهلال في يوم وبكرة ممكن يخلص المباراة ببكرة من البداية، يعني انه المباراة تكون هلالية، انه الكاس حيكون هلالي وعندهم اياب هم بعدها طبعا يوم ستة. بس بكرة ممكن يسجلوا ويكونوا كويسين وحضور لانه كل شيء عندهم واللعيبة الثلاثة دولة. بس برضو انت تتكلم على فريق عنده 50-50 النهائية، ما شخصية الهلال ما اختلفنا، بس هي مباراة ما تعرف شو يصير في تفاصيلها، انت لازم برضو يعني تحط هذا الاعتبار عليها. ابو عابد الكابتن محمد قال لك انتبهوا ترى أراوة كده هم الإدارة التكوين اللي وصلوا الهلال للعالمية هذه ما وصل إلا أكيد عارفين ومرتبين وشايفين، يعني زي كابتن فهد نفرج وسعود كريري وإدارة الهلال والمدرب اللي عندهم وكده، أكيد كل واحد بينقول لهم ومجمعوا التصورات هذه كلها وماشيين عليه. أنا عندي ثقة كبيرة في الهلال. ليش بقول لك خلي الهلال ياخذ انا 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 تصدق ودي ارسلك المعسكر الهلال اليوم. لا لا انا اهلالي التفاؤل، لا انا اهلالي متفائل وكاس اسيا يعني يا رب يفرحوا، حتعطيهم يعني ارتياح اكبر. طيب فيه اي ملاحظه على اختيار الاجانب؟ لا كويسين. انا بس عندي تعليق بسيط، مو مساله اني اجيب لاعبين وادخل لاعبين وهذا بيفرق معي وهذا ما يفرق. عملية توظيف اللاعبين وانسجامهم يحتاج وقت. الهلال لا ثلاث سنوات الآن في دمج بين اللاعب السعودي والأجنبي. نعم. إذا بتكلم عن اللاعبين أراوة اليابانيين اللي موجودين في المنتخب مقارنة اللاعبين الهلال الموجودين في المنتخب ما في مقارنة. ولا لاعب في مقارنة. في المنتخب فأنت عندك اللاعبين السعوديين أصلاً يفرقون معه. نعم. وذكر يمكن الكابتن عبد الله آخر شيء لو حطيت سالم احتياط من اللي بينزل؟ البديل احسن من الاساسي عندك في اللاعبين السعوديين. فما اعتقد الهلال مشكلته بكره مع الهلال نفسه، اذا لعب بنفس مستواه ب 60% وما فوق اتوقع بيخلص النتيجه المباراه ان شاء الله من خلال مباراه الذهاب. طيب ارجع اكرر، في احد عنده ملاحظه على اختيار مشكلتين في التشكيل؟ ايه اولا كولار مهم في المحور، مهم لأبعد درجة على مستوى المحور، ساتر دفاعي رقم واحد. أكيد حيعوضه بكنو، كنو يلعب. نعم. لكن كنو وحبي وتقديري له كرسام ومبدع وموسيقي وفنان وعجيب أو عجيبة من عجائب كرة القدم. لكن يلاحظ عليه في كثير من المباريات وبالذات الحساسة يلعب بخشونة ولا مبالاة، ويتعرض للطرد او للاصابه او واكثر للطرد. حصلت معاه اكثر من مره في اكثر من مناسبه يعني عالميه. اما على مستوى الهلال فالنهائيات بالنسبه له وبالذات على مستوى القاره الان
مسرح الأحداث عنده، يعني المكان المفضل للهلال. يعني صحيح وراءه تكلم الكباتنة على أنه متحسن من فترة قريبة وكذا، لكن تتكلم على فريق ثقافة حضور وثقافة، يعني بس نقول يا رب الحظ يكون في صفه ويا رب يتوفق في الموضوع. طيب سر عبد العزيز، أنا أقول يمكن أكد على نقطة كولار كان مهم جدا. يمكن قبل شوي تكلمنا عن لو في لاعب يعني قد يؤدي نفس دور اللاعب اللي هو مثل ميشيل وماريجا. يعني أنا أتخيل ماريجا كان مفروض يكون هو رأس حربة وما يأخذون إقالة ويلعبوا كولار، لأن أصلا ماريجا كان يلعب في الدور البرتغالي يلعب رأس حربة. قالوا إيه ال إيه قالوا لا أنت تبغى تطلع قالوا أبغى أطلع قالوا لا قالوا ما تستغنى عنه. لا قالوا هداف أقوى. لاحظ إني إنه ماريجا يلعب رأس حربة. إيه يلعب رأس حربة. إيه فأنت ما لو عندك ماريجا وعندك مشي نفس ال نفس الخالة نفس تقريبا الدور. فانت لازم لا مو نفس الدور بعيدين ترى إيه صعب انك تستغنى. ميشيل لاعب مهاري وماريجا لاعب سرعات هداف وسرعات وصحه وقوه إيه يعني انت تتكلم على إيه يعني اقصد انهم مختلفين ترى سجل اهداف كثير خصوصا في اسيا. هذه نقطه. النقطه الثانيه لاحظ ان الدوري الياباني في بدايه الجوله التاسعه العاشر مقبلين والهلال على يعني على نهايه الدوري الموسم في يعني مخزون لياقي عنده يمكن استنفذ كثير واليابانيين بادين يشتغلون اساسا او بدات اللياقه عندهم ترتفع او منسوب اللياقه عندهم عالي جدا. حتى شفنا انه في المباريات الاولى يعني اخفق في مباراتين ثم بدا يرتفع عنده المخزون اللياقي باضافه جديده لبعض اللاعبين سيرتفع زياده تكون طاقته بالنسبه للاداء في اللعب عالي جدا. الامر الاخر تعليق على زي ما تفضلت انت قلت انه في المؤتمر الصحفي كلهم قالوا بنهاجم. ما هو معقول مو منطق كل المدربين يقول لك بنهاجم ما يمكن اساسا، لان هذه قضيه مباراه يعني ما ان لم يكن فيها مثلا الحذر وجس النبض على الاقل في الشوط الاول وبالنسبه للفريق الياباني يعني ولا يمكن يندفع ولا يمكن يهاجم مثل الهلال بس ممكن يبدا فيها يعني انه يضغط على الفريق الهلالي في اول عشر دقائق نوعا ما. انا لاحظت بعد كذا تراجع ما يضغطون هم ما يضغطون ابدا. هم في نوع من التكتل. انت تتابع دكتور عبد العزيز للاوراوا الان؟ لا تابعت بعض يعني هو طبعا الان مركزه مثل طبعا المركز الرابع تو تسع جولات فقط خسر في ثنتين تعادل في ثنتين فاز في خمس اهدافه قد تكون محدوده يعني ما هو ذاك خسر 10 نقاط اي نعم. فانت اللي يشغل ذهني جدا انه اللياقه انه اللاعبين في بالنسبه لليابانيين هم لسه منسوب اللياقة عندهم عالي جدا ولا عندهم مشكلة انهم يواصلوا. الهلال شوف كيف مستنزف او استنزف كثير من لياقته ومن طاقته. الامر الاخر ترى ثقافة الحسم عند الهلال الحمد لله يعني شيء جيد عالية جدا. تلاحظهم حتى على مسيرتهم في الدوري تلقى بعض الفرق البسيطة قد يعني يتعرض الهلال بنتائج سلبية لما تأتي المواجهات القوية والإثارة الاتحاد زي النصر كذا تجد أن ما شاء الله مستوى الهلال يرتفع جدا. فالهلال استفز في المباريات القوية زي ما حصل مع ريال مدريد لما تكون المباراة باردة مثلا ونوع من فيها من البرود أصلا قد ينخفض الأداء الهلالي بالنسبة للمزاج العام للمباراة. أنا أقول إنه لابد أن يحضر الهلال لأنه إذا كان بيهاجم من الأول سيكون هناك في خطورة كثيرة. لأن زي ما تفضل بعبد أنا شفت ثلاثة من اللاعبين الأجانب اللي جابوهم مستواهم عالي جدا ولديهم شغف ولديهم زي ما قال أبو عبد الله أيضا يبون يردون الثار. أنت تعرف في مباراة للهلال ومباراة للأوراوا فهذه المباراة ستكسر قضية إنه التاريخ اللي فات. طيب ابو عابد اختيار كويلار حسب كلام فواز انه يشكل اهميه في الفريق الهلالي بدون ادنى شك، لكن في حسابات الذهاب انت مضطر انك انت تكون نوعا ما عندك اداء هجومي فاعليه في انك انت تلعب على ارضك، من الطبيعي انك تكون انت المهاجم، فما تشوف انه ابعاد كويلار منطقي بالنسبه لدياز؟ شوف انا اقول لك شغله واحده مهمه جدا. أنا أتفق مع طبعا حبيب قلبي فواز. أنا صراحة شفت قبل الحلقة حبيب قلبي أنا أتفق معاه بحكم أنه الهلال يلعب كرة هجومية. طيب مين يدافع إذا ما كان واحد على الأقل
يكون مزروع ما بين المدافعين. مثلا عندك الهلال الاثنين ممكن الأظهرة يطلع في وقت واحد. طب مين اللي يكون مكانهم؟ على الأقل إذا في هجمة مرتدة يكونوا ثلاثة مدافعين مو مثلا اثنين مدافعين، عرفت؟ نعم. فوجود واحد زي كويلار أنا أعتقد مهم ومهم 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 ومهم. ليش؟ لأنه كويلار في المباراة الثانية كابتن محمد، مو المباراة دي، حتى المباراة الثانية وجوده في المباراة الثانية. أنا أتفق مع المنطق اللي تكلم فيها أبو بس نعم. تلعب على الجزئيات يعني أنت ألعب في المباراة الثانية بكل أنت ممكن تفوز في اليابان المباراة دي يعني. لا المباراة دي أنا هنا، أنا هنا موجود، أبغى محور هجومي، أبغى 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 أبغى، اما اقعد كويلار ده حجيبه هناك في بس في شيء خطر يا كابتن عبد الله اللي هو انه ورا لا إيه؟ انت الان اخطر شيء انك تقبل هدف على ارضك، تقبل هدف ايوه انت لو دخل الفريق هدف ترى نتيجه خطره حتى لو فاز 2-1. على كلامك كابتن محمد قال لك ترى ورا ورا وترى كرات عاليه ترى إيه؟ المدافعين هدافين ترى هذه الجزئيات حيلعبوا عليها. وشوف عبد الله ابغى اجيك، انا اجيك لازم اوريك ان انا موجود عبد الله، بدل ما اقعد ارجع العب ورا. اوراوا فريق جماعي يا رجل. وانا شفت مبارياته كلها في الدوري، التسع مباريات شفتها، فريق جماعي بمعنى الكلمه. عندهم اثنين محاور، واحد فنان اسمه ايتو، فنان فنان فنان، يطلع الكوره من حين ما تبغى. واحد اسمه ايواوا، هذا زي ما اقولوا شو اسمه ده كويلار فريش. فاذا كان ما عندك انت بالانس توازن في المحاور، واحد يكون قتالي زي ما شاء الله تبارك الله سعاده اللي هو خالد، كابتن خالد ما تعدي من عنده ما شاء الله تبارك أيوة الله ما لو تكون ايش ما تعدي من عنده. لا قتالي طيب، وواحد فنان. وهذا اللي يتميز فيه شو اسمه ده الفريق الياباني. فريق الياباني الستة اللي ورا صعبين، اثنين مدافعين هدافين الفريق، الظهير اليسار يكوموتو والظهير والشولز المدافع، كل واحد جايب هدفين. معناته ايش؟ معناته الناس يلعبوا كرة هجومية. طب اذا انت كنت تلعب كرة هجومية هم يلعبوا كرة هجومية، وهذه ممكن نشوفها، هذه طبيعي انه ممكن نشوفها بكره، لانه هذا اسلوب وطريقه اللعب بالنسبه للفريقين. لكن اوراوا في المرتدات عليه هو كمان صعب، لانه ارتداده سريع جدا، وعنده قلت لك عنده اللاعب هذا ايواوا ماشي، ها هذا رجل يكون متواجد في اي مكان في الملعب، راح الظهير يتواجد مكان الظهير، طلع السنتر هاف يتواجد الحارس كويس. أنا اسمحوا لي بس لازم ناخذ فاصل قصير ونرجع نكمل معاكم برنامج الديوانية. كم لهت نادي جماهير الكيان طالبت في كل ذا صف يمين، كان عذرك مالك برف مكان، أدرى ليه كنت تبعدين. كم لهت نادي جماهير الكيان طالب. We'll be right back.
ارحب فيكم في هذا الجزء من برنامج الديوانية على شاشة الرياضية السعودية. اذكركم بضيوفي في حلقة اليوم مع حفظ الالقاب محمد عبد الجواد، جاسم الحربي، خالد الزيد، عبد الله خوقير، فواز الشريف، عيسى الجوكم، وعبد العزيز اليوسف. الحديث لا زال مستمر عن المباراة المنتظرة غدا ان شاء الله ما بين الهلال واوراوا الياباني في نهائي كأس آسيا. خلونا نشوف المؤتمر الصحفي الخاص بالمدربين ونرجع مع ضيوفنا نكمل نقاشنا. عقد مساء اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا الياباني، والذي سيقام على استاد الملك فهد الدولي بالرياض يوم غد السبت. وأكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال أن هدف فريقه يتمثل بالحصول على اللقب القاري، وقد أبدى جاهزيته ذهنيا ولياقيا للظهور بصورة المثلى، لا سيما وأن اللاعبين يملكون الثقة والروح العالية والتمرس على مثل هذه النهائيات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأزرق سيواجه فريقا منظما في خط الدفاع ويقدم انضباطا تكتيكيا عاليا، إلا أنه سينتهج أسلوب الضغط الهجومي لفك الشفرات واختراق الخطوط، خاصة في ظل الخبرة الكبرى للاعبي الهلال، مما يجعله يؤدي ذلك بشكل قوي. من جانبه أشار سكورزا مدرب فريق أوراوا الياباني إلى أن فريقه حضر إلى الرياض من أجل تقديم مستوى مميز والحصول على لقب البطولة، موضحا بأنه سيعتمد اللعب بصورة هجومية والسعي نحو التسجيل من مباراة الذهاب مع وضع الطريقة الفنية المناسبة. كما بيّن سكورزا أن فريق الهلال يقدم مستويات قوية كان آخرها كأس العالم للأندية، إلا أن القراءات والتحليلات الفنية ستنتهي مع صافرة بداية اللقاء، واعدا جماهير فريقه بتقديم أداء رائع أمام فريق مميز. نواصل حديثنا عن المباراة بعد ما سمعنا حديث المدربين في المؤتمر الصحفي. خالد الزيد، كنا نتكلم على ابعاد كويلار عن هذه المباراة، فيه اللي مؤيد بحكم ان المباراة على ارض الهلال لازم يكون في عنده حلول هجومية اكثر، وفيه لا بالعكس، في من يرى انه الهلال عنده المقدرة الكافية من اللاعبين انه يكون من النواحي الهجومية جيد جدا، وفي نفس الوقت كويلار يكون ساتر دفاعي مهم في مباراة الغد. طبعا أنا أكيد أنه الكل يعني عنده رأي فني وجميل للأمانة، يعني وأكيد ينصب في المصلحة، يعني ودائما أكد على كلام الكابتن محمد يعني في هذا الشيء. بس ولعلهم يصححوا لي الأخوان، يعني دائما أنا أقول مباراة الهلال خاصة في نهائي كأس آسيا نسخة الماضي واللي قبلها، يعني أنا أشوف بعض التفاصيل فيها، تتخيل كيف اللاعبين عندهم تركيز عالي جدا جدا. لو تشوف بعض المباريات أو بعض اللقطات تجد أن اللاعب كحالة بالحالة اللاعب عنده يعني تركيز عالي ذهني وبدني مختلف، يعني للاعبين الأجانب وحتى السعوديين. وأنت تتكلم اليوم عن يعني كان تفضل فيها أبو سارة محمد كانو كيف مباراة في الأرجنتين، كيف كان أداء محمد في يمكن في ثلاث مباريات، يعني محمد كيف أعطي التحليل بالنسبة لوجوده يعني في هذا المكان، يعني لا يوجد لاعب أجنبي ولا يوجد لاعب يعني ستة، مع ذلك محمد أنا أقول إنه مع اللاعبين والتأثير عليه والتركيز العالي في مباراة، يعني ليست في كأس، مباراة الأهلي، مباراة كانت يعني أحس أنها كانت تحصيل حاصل، مباراة الأهلي المصري ما كانت يعني مباراة شوي وبل كانت بأهمية مباراة اللي قبلها، ومحمد كان حاضر يعني للأمانة أنا أثق في بشكل عام. وصحح لي أبو عابد على أنه دائما الاستحواذ، قيمة الهلال في الاستحواذ ليست عشان الاستحواذ الجاب أنك تسجل، ساعات أنت تستحوذ حتى تقلل من الإمكانيات الفريق الآخر أنه يهيئ نفسه مرة أخرى أو إيه، حتى المهاجمين يعودون مرة أخرى لأنهم يتواجدون، بالإضافة إلى أنه وجود ميشيل وماريجا في الأطراف ترى أدوارهم الدفاعية عالية جدا، ساعات تجد ماريجا خلف سعود، ونفس الأمر يعني تتخيل ميشيل في مباراة الهلال، مباراة الاتحاد
وما في الادوار في يمكن الادوار الدفاعيه لا القدرة البدنية العالية عنده في الرتم العالي وهذا تحتاجه مثل هذه المباريات وعنده الحلول الفردية الخاصة اللي ممكن يأثر فيها ولذلك أنا أقول أنه إن طريقة أسلوب الهلال في 4-5-1 وجود إيجالو مهم كثير كاريو كولر سالم الدوسري يكون قدامه نعم انا اتوقع انه مع 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 سلمان مع سلمان ومحمد واجزم انه يعني لعبوا كثير مباريات تحديدا مباراه يمكن مباراه الهلال الاتحاد النسخه اللي قبل الماضيه يعني في اعتقد وجودهم لما انهزموا من الفيحة ولعبوا ضد الاتحاد بنفس التشكيله وكانوا مؤثرين ولاعبين مباراه 120 دقيقه ولذلك انا اقول انه اللاعبين يعني ما شاء الله عندهم اليوم يعني الخبرة العالية مثل هذه المباريات وفي نفس الوقت ساعات اللاعب يؤدي دور أعلى مما يعطيه المدرب وهذا ميزة اللي احنا نتحدث فيها الكابتن عبد الله أنه الهلال كمنظومة كاملة يعطي بمثل هذا الشكل لا تجد مثلا الفراغات اللي تحتاج وخاصة أنك أنت اليوم تحتاج الفوز في الأرض أكيد أنه لابد أن يكون عندك بعض اللاعبين عندهم حلول هجومية على أن لا تؤثر في منظومة الدفاع كمنظومة من خلال الاستحواذ الفراغات اللي ممكن تؤثر على نادي الهلال. نعم. طيب دكتور جاسم احنا تكلمنا على الأجانب بكل تأكيد لكن برضو في لاعب يعني في هلال بسلمان الفرج وفي هلال بدون سلمان وسلمان نعرف احنا تأثيره كيف يتحكم في رتم المباراة ورتم الأداء للفريق الهلالي ومزعج جدا للفريق الخصم لأنه يحرمه من الكورة كثير. شوف يعني من سنوات ميزة الهلال في وسطه مسألة الاستحواذ دائما يكون إيجابي حتى لو ما تسجل ممكن ذكر الكابتن خالد على ممكن تقلل من إمكانيات اللي قدامك وتضعفها نفسية طبعا وتعمل عليه لكن للأمانة يعني أنت عندك مجموعة من اللاعبين كلهم متمرسين وفي حاجة في علم التدريب اسمها التكتيك المحفوظ حافظين لعب بعض في المثلثات المربعة يكونون فيها ويعملون مثلثات بشكل يعني بدون ما يشوف ممكن يباصي الكرة في مكان تلاقي لاعب موجود إذا هذه ما تجي من فراغ تجي من عمل والعمل تكامل يعني أنا أتوقع بكرة ممكن يلعب 4-1-4-1 إذا هو بيهاجم يستغنى عن كولر كمحور دفاعي نرجع إلى مثلا من البديل محمد كنو أفضل من محور الآن يعتبر من أفضل 2 محاور على مستوى آسيا قارة آسيا 8 ولا 6 شوف يعني كابتن خالد ذكر محمد كنو مع الأرجنتين مع بولندا في كأس العالم كان مركز 8 اليوم لا الآن نتكلم عن كنو كستة أنت تحتاج الآن محور دفاعي غير كذا ما في إذا استغنيت عن كولار 100% المدرب يعطيه مهام دفاعية بنسبة عالية جدا من أفضل اللاعبين في الألعاب لقطع الكرات الهوائية العالية نعم وهذا شيء ممتاز خطواته سريعة لتغطية الفراغات اللي هو اللي بيتركها الظهيرين اللي تعتبر ميزة للهلال إذا قلنا بيغطي الفراغات عملية تشوف التكتيك أنا ما راح أشرح لك شو اللي بيصير بكرة لكن المتوقع قراءتك إيه القراءتي أنا المفروض يعني إذا ثبت محور ارتكاز واحد بيكون صانع اللعب قدامه سلمان الفرج يستفيد من الثلاثي مارينجا وسالم وميشيل ويخلي إيجالو في الأمام ممكن يكون هم الاثنين كانوا وسلمان لا شوف عادة في المباراة في خط واحد كده ممكن يعملون سويتش إيه كنو سلمان شوف الأهم من هذا هي أنت لما تكون مستحوذ أنت تكون في حالة هجومية يكون الانتشار والمساند للناحية الهجومية يكون بشكل صحيح والمسافة بين خط الدفاع والهجوم ما تتجاوز 28 متر عشان تحفظ المسافات بين اللاعبين وتقدر تغطي أي واحد يخطأ يقدر زميله يغطي إذا حفظت المسافة هذه الأهم من هذا لما تفقد الكرة في الثلث الهجومي كيف ترتد سريع للثلث الأوسط أول شيء على أساس أنه هو أول جدار للدفاع وعلى فكرة الهلال متمرس في الحاجة هذه أحيانا يبني الهجمة من الثلث الأوسط لما يفقد الكرة في الثلث الهجومي ترتد عليه الهجمة يقطعها في الثلث الأوسط ويبدأ من جديد يعني ما ينتظر توصل للدفاع عموما يعني ما نفصل كثير لأن المدرب شايف
اللاعبين اللي محتاجين نفصل في اي شيء. لا هو الان بيختار الطريقه اللي تناسبه، انا اشوف 4-1-4-1 انسب طريقه له، فيها الجانب الهجومي وفيها الجانب الدفاعي. طيب طريقته كانت قدام الدحيل مفيده جدا بتواجد مريقه تقريبا ويقالوا كراسي حربه مريقه. سعود عبد الحميد انت عندك مفتاح لعب صار حلوة. الان مو طبيعي اطرافه جميله لعيبه كوره يعرفوا ايش يعني سعود هذا شغال على الخط هذا ايه ده ومع مين مع يعني من اختيار دياز اكد انه ياخذ هو مريقة بيلعب وبيعملوا تيكي تاك كده ومثلثات وبيطلعوا كيمياء بعض سمى كيمياء كيمياء بيلعبوا كوره حلوه الحق لله. وسعود ما شاء الله تبارك الله ولد هذا حصيله ما شاء الله تبارك الله يعرف يرفع اوفر يعرف يشوت يعرف يباصي يعرف يفتح لعب يعرف يوقف كوره يعرف يدافع ما شاء الله تبارك الله مجهود وحضور وما هو مدافع بس ما هو اوفر يعني لا سمح الله في الضرب وفي في الخشونه وكذا وفي رغم انه برضه مدافع يعني انا شفته كثير الولد هذا مع ماريجا هذا من السبب اللي خلى انه ياخذ ماريجا يخليه لانه سلمان بيطلعهم وبيطلعوا باللعبه دي وبيوصلوا بيستحوذوا بس بيوصلوا وبيستفيد منه كمفتاح لعب. افتكر بكره سعود عبد الحميد ايش حيكون وبفتكر بعد نقول ان شاء الله وبفتكر بعد انه لو ما ابدا ان شاء الله بتفاهم معك لا 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 عندي ثقه انا عن نفسي لانه شكلها واضح لا لا الفريق كويس فريق كويس قل ان شاء الله بس قل ما شاء الله ليش تشام تشام لا لا ما في لما نكون ما عندي فريق وما عندي ادوات اي بس ترى على فكره برضو الثقه الزايده المبالغه المبالغه الزايده هي زينه لا 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 مو مبالغه لعيبه هم لعيبه قيمه اللي عندك ما اختلفنا ما اختلفنا وللنادي نفسه قيمه نهائي يعني 50-50 مو معقول خفف يا محمد خفف عشان ايه؟ كاس الملك مو هنا الحين حق لي واحد شاد من هنا واحد يرخي من هنا موضوع ثاني هذا كله ما عندهم ان شاء الله طيب عيسى تفضل اوكي 50 نقول للهلال مبروك يا رب فكرة 50-50 صحيح بس انت اليوم تلعب امام جمهورك وهذا عامل مهم لابد انت تستفيد منه خلص. وهذا يعني وبهذا القرار اللي اتخذه ايضا دياز بالنسبه للامور التكتيكيه اللي تحدثوا فيها الاخوان لكنه هو ميال الى الهجوم لان ايضا احد العوامل المهمه جدا عندك ان انت ممكن لو تنهي المباراه بشكل ايجابي ايضا عامل الجمهور عامل الارض والجمهور وهذا بالنسبه الى مباريات الذهاب والاياب ليس مختصرة فقط على هلال اسيا في كل الدنيا في بالنسبه على ارضك وبين جماهيرك مهمه جدا وقد تنهيها قد تنهي هذه المباراه الاياب قد تنهي المباراه اللي هي من مباريتين في 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 مباراه واحده اثنين نعم من يعني يجب ان نسلط الضوء على قوه القراوة لكن ايضا بالنسبه للاعبين الهلال ما نعتبر انه هو عدم اختيار كويلار مثلا ارباك جدا لفريق الهلال مثل ما قال الاخوان ضربوا فيها المثل يعني نتكلم مثلا على محمد كنو محمد كنو قدم مباراه يعني من ضمن اللاعبين العرب اللي اشاروا لهم في الفيفا بعد 2022 في قطر من يستحقون اللعب في اوروبا ومن يشال لهم بالبنان ومن كتبت عنهم وكالات الانباء العالميه كمستوى في خانة مختلفة لا. يعني انت الان في فرق لما يكون انت محور هجومي عن محور دفاعي فاهم والله يا ابو يا ابو ابو نواف لكن انا مع الكابتن عبد الله معك كان في عن المنتخب لا لا ابو نواف انت كده ما لعب شوف شوف احنا دورنا برضو زي ما نذكر الايجابيات لازم برضو نذكر العيوب اللي موجودة في الفريق بس مو بالضعف يا ابو انت لما نتكلم ما قلنا ضعيف نعم ايه ما قلنا ضعيف بالضبط انا اقول لك يعني فيه يعني جانب طبيعي انه دياز يتخذ قرار بانه يكون اداء نوعا ما هجومي لكن في نفس الوقت في خلينا نقول في ظل وضع الدفاع الهلالي في الفتره الاخيره برضه امر مقلق قبل الاعلان الرباعي الكل مسلم ان كويلار بالنسبه للمباريات بالنسبه لمباراه الاياب اوت كان النقاش يا ابو نواف عن لاعبين عن ماريجا وعن ميشايل حتى كيلوريو بالنسبة لاستبعاده ترى ما كان قبل الثلاثة أيام أو الأربع أيام الماضية ما كان متداول أبدا. كان هناك الخيار ما بين ميشيل وماريجا على أساس أنه أيضا ماريجا أنه كان مصاب يعني يتعافى وبالتالي القرار بالنسبة اللي هو كنو وسلمان وسالم بالنسبة للوسط
يعني متخذ من قبل الإدارة بشكل عام والأجواء العامة مهيئين فيها. ولكن أنا مع الأرض والجمهور لابد أنه أنا اتخذ القرار اللي اتخذه دياز أنه على الأمام وليس للاحتفاظ بالمنطقة الخلفية. طيب دكتور في ثلاث نقاط. أنا ما أعرف رتم اللعب أساسا كيف بيكون من الجانب الفريق الياباني سريع. إيه هذا اللي أتكلم سريع. السرعة قد يعني تضيع بعض التنظيم بالنسبة لفريق الهلال. تعرف يعني الآسيويين عندهم سرعة بشكل كبير وارتدادهم بشكل كبير، هذا قد يشتت ذهن اللاعب أحيانا خصوصا عندما تكون أنت بطيء أساسا في ردة الفعل. هذه نقطة. شيء ثاني، كثير من الأهداف اللي ولجت في مرمى الهلال كلها من العمق، وكثير منها في منطقة الثمنتاعش، منطقة الثمنتاعش يعني قليل تجد أن تكون هناك أهداف أرضيات مثلا، هذا دائما محسومة للهلال تقريبا، لكن دائما الأهداف تكون من العمق. هذا دليل على أن يعني التنظيم الدفاعي في الوسط، التنظيم الدفاعي وترك مساحات أو مساحات بالنسبة للفريق الياباني لو لعب في العمق قد يمثل إشكال. النقطة الثالثة في حاجة اسمها تقنية التماثل. تقنية التماثل هذه أنه لا قدر احتاج الهلال يغير لاعب أساسي، حينما يدخل اللاعب البديل ستجد أنه يندمج في المود العام للفريق، وهذه ميزة موجودة عند الهلال بشكل كبير حقيقة. يعني تجدها في الفرق الأخرى، يمكن مو قضية أنه هذا أحسن من هذا، لا، أنا أتحدث عن على طول يدخل في الفورمة نفسها، أو أن المنظومة أو المجموعة كلها تستطيع أن تدخله في جو المباراة، في الجو المباراة بشكل عام، وتجد أنه يؤدي خلاص جل بريك أو سعود، تجد نفس الأداء ونفس الطريقة، وستجد أنه سرعة التناغم بينه مثلا وبين ماريجا أو بينه وبين المحور اللي أمامه، ستجد أنه سريع في نفس السياق وفي نفس بنفس التجانس حتى من الجهة اليسرى أيضا. لو كان هناك بديل ستجد أنه يؤدي بنفس، وهذه ميزة يتميز بها الهلال. وأعتقد أنه الهلال عارف نقاط الضعف كثيرا بالنسبة لأوراوا وطريقة لعبه، يعني قابلها مرتين، إذا أنت ما سجلت فعلا بعض النقاط اللي تفيدك كيف تتواجه هذا الفريق، فأعتقد أنه وإن شاء الله أنه مسجل عند المدرب. تدري شو المقلق الأمانة؟ يعني الظهير الأيسر الشهراني، يعني نعم ياسر مو في أفضل حالاته، ياسر ما زال يعني يعني مش مؤدي بشكل يعني اللي ممكن يتوقع. هذا شيء طبيعي أن الإنسان يعود من إصابة، وإصابة ما هي سهلة، وليقت المباريات وحساسية المباراة. وأنا يعني أنا أقول أنه هذه إشكالية في ظل حتى يمكن تراجع برضو الكابتن ناصر. يعني وأنا كنت من أكثر الناس اللي يعني مأمل فيه كثير ناصر الدوسري للأمانة. هذه الإشكالية اللي ممكن تكون يعني محمد الجحفلي يمكن في ثلاث مباريات الأخيرة أداء ممتاز للأمانة يعني، لكن هذه الخانة يعني أشوف أنها مؤثرة، خاصة في ما تفضل فيه الكابتن محمد أنه إمكانياتهم على 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 الأطراف عالية، عندهم الكور مباشرة، وهذه مشكلة يعني الكور المباشرة قد تؤثر على في عملية الأطراف. أنا هذه يمكن قد تكون هي المقلقة الحقيقة الأكثر يعني بالنسبة للهلال. نعم فواز، ما في شك أنه كل هالملاحظات اللي ذكروها الأخوان هي مهمة، لكن بالتأكيد في أولويات بالنسبة لدياز في اختيار بعض العناصر، في النهج اللي بيلعب فيه، لكن أيضا احنا لابد أن يكون عندنا حذر من استقبال الفريق الهلالي هدف في مباراة الذهاب. هذه مشكلة كبيرة، حتى لو فاز الفريق الهلالي بفارق هدف وانه قابل هدف في مباراة الذهاب حتشكل مشكلة كبيرة في مباراة الأخرى الثانية الإياب. شوف محمد، المباراة على ملعبك أخطر من المباراة على ملعب خصمك في مسألة الذهاب والإياب، وعشان كذا أنا خفت من الاندفاع الهجومي، لأنه أنا نتيجتي لو كانت 0-0 هنا أنا يمكن مرتاح على الأقل، خلينا نقول في أسوأ الحالات، خلاف أنه أنا أفوز وفي مرماي ولجت أهداف قد تؤثر، لأنه إحنا ما نعرف الظروف في اليابان، الأجواء في اليابان كيف تكون، المباراة هناك، البعثة، وصولها، يعني تحدث أحيانا
في السفر بالذات تتكلم عن سفر بعيد، فهو الخوف أنا بالنسبة لي هذه النقطة. لكن إذا حضر الهلال بذيك الشخصية اللي موجودة عندنا في ذهننا عن الهلال، واللي شفناها حتى في المباريات الأخيرة في الدوري المحلي اللي لعب مع الاتحاد في كأس الملك، أنت تتكلم عن متصدر الدوري مع الاتحاد والنصر، نعم، وقبلها النصر، وقدرت شخصية الهلال تحضر والستة الاحتياط على مستوى الأساسي والفريق كله، يعني يمكن ياسر بحكم الإصابة والخوف عليه هو متخوف، يعني نوعية الإصابات اللي في الوجه هي تسبب تخوف للاعب، لكن شخصية الهلال وحضوره وجمال نقول إن شاء الله نكون حاضرة. أتكلم عن كنو من أميز اللاعبين بالذات إذا ما كان عنده مسؤولية. إيه لا أنت تكلمت عن كنو، أنت تكلمت عن كنو، وصراحة يعني أنا عندي إنك بالغت في مسألة الطرد، لا إن شاء الله بإذن الله يكون يعني استفاد من هالتجارب السابقة. من يخليها لك يا أخوة؟ لا والله خاف عليك. لا من يخليها. خلونا نستعرض نتائج الجولة في الدوري روشن السعودي مباريات اليوم. الاتفاق استطاع أنه يتغلب على ضمك بهدفين دون مقابل، الفتح والوحدة تعادل، الفيحة والخليج 3-0 في نتيجة كبيرة للخليج. وش أوف 3-0 وش؟ يعني الخليج جايب قوه. النصر استطاع انه يكسب الرائد ب4 أهداف يبقي على اماله في المنافسه على الدوري، وايضا اعتقد انه فوز مهم من حتى من الناحيه المعنويه بعد النتائج المخيبه في الجولات السابقه. نتابع اهداف مباراه النصر والرائد معكم. هدفين، تقدم الآن نصراوي وفرصة للتهديف، وأيمن يحاول وإنقاذ من الروماني، عادت، الله، ومن غيره يفعلها، ومن غيره يعيد الحياة. لويس جوستافو، ترسل الكرة عالية باتجاه كريستيانو، التحضير، البحث عن التهديف، غريب يضع الثاني، نعم 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 نعم، عن التمرير في تمريرات وصلت قرابة الضعف لصالح النصر، الآن الله، ومران يستمر، بعد ذلك يستضيف الشباب هنا في هذا الملعب، تقدم لصليهم، الكرة بترسل، الله 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 الله، ركنها ركن. هذه كانت أهداف مباراة النصر والرائد اللي استطاع النصر التغلب فيها على الرائد ب4 أهداف دون مقابل. عبد العزيز، المباراة يعني فوز 4 أهداف ولكن جاء بعد خلينا نقول فترة صعبة مر عليها الفريق النصراوي. أنا باخذ تعليق إنه فعلا يعني في اعتبار وفيه معنوية اليوم في هذا الفوز بالنسبة لنادي النصر، خصوصا إنه 3 مباريات لم يستطع أن يسجل فيها هدف، وحتى كريستيانو رونالدو لم يستطع أن يسجل، هذا مما يعني رفع حالة الشحن عند الجمهور النصراوي والمتابعين للنصر وحتى الفريق النصراوي. اليوم قدم في الشوط الأول أيضا مستوى جيد جدا، أتصور أنه المدرب لم تختلف تشكيل عن السابق باستثناء تغيير أو تغيير يعني وضع أيمن يحيى بدل تاليسكا. اللي أعجبني اليوم توظيف بعض اللاعبين في أدوار مهمة جدا، استطاعت أن تسد بعض الثغرات والمساحات بالنسبة لنادي النصر. تعرف دائما إشكالية النصر أنه يترك مساحات للفريق الخصم. شيء ثاني، الضغط على الكرة ضعيف، كان عنده ضعيف في 3 مباريات اللي مضت، اليوم حاول يتلافاها. اليوم الحسن أيضا قدم مستوى جيد وقدم أدوار مميزة في مساندة الهجوم، أيضا في الربط مع الدفاع وحتى مع الوسط. أتصور أن اليوم النتيجة تحكي عن نفسها، في معنويات أو فيه
نوع من الأشياء الإيجابية اللي رجعت لبعض اللاعبين اللي خصوصا شفنا الفترة اللي مضت كان هناك انتقادات كبيرة. حقيقة أنا أقول لك يعني النصر لو قلنا هو نص يعني جميل ممكن يعني يكتب أو يكتب في مساحات جميلة، بس لا يكفي أن يكون لديك قلم فاخر فقط بدون حبر ذا جودة وبدون أدوات الكتابة. اليوم حينما تكون عندك هذه الأشياء تستطيع أن تكتب فعلا نص جيد ونص ممتاز جدا، تستطيع من خلاله أن تحصل على الإنجازات. هذا ما حدث اليوم. اليوم أتصور الروح جيدة، الحضور الجماهيري ممتاز جدا، ما زال بعض العتب على يعني على الفريق بشكل عام. ما حدث أمام الوحدة بالنسبة للنصر، والوحدة تستحق فعلا أن تكون في كأس الملك، لكن ما حدث بسبب الإمكانيات والمقومات التي لدى النصر. أكيد أنه كان كثيرا مؤلما للنصراويين. أتصور اليوم في رد اعتبار، اليوم قدموا الشباب وقدموا اللاعبين أنفسهم بشكل جيد، منظومة النصر ما زالت بخير. المهم دعم هذا الجمهور الكبير وحتى دعم الإدارة. باقي 5 مباريات فقط، إن كان هناك معالجات أو مراجعات الكثير من الأخطاء سواء على في منظومة النصر بشكل عام على مستوى الإداري أو حتى على مستوى الفني أو حتى على مستوى اللاعبين، أكيد أنها ستتم بعد انتهاء يعني بعد انتهاء الدوري. ما أدري يعني رأي الضيوف، يعني كلام الدكتور عبد العزيز بأنه النصر كأنه تعافى بعد هالمباراة هذه ورجع. ما أعتقد، أنا ما أعتقد الهوية هي أنا تفرجت المباراة الشوط الأول، الأهداف الفوز يعني مخليك تقول مثل هذا الكلام، لكن في النهاية في عيوب واضحة في الفريق. الهوية ما في وسط الملعب هذا إلا حتى لما نغير ما لعب تاليسكا، بس الهوية هي حقة النصر. يعني إيش الفرق بين الأهداف هذه؟ إنه توفيق توفق غريب وحطها، توفق رونالدو حطها دخلت جول. شفت المباراة حقة إيوه، شفت الشكل الأولي إيوه، لا شوط تاني لا، بس الشكل هو كده الشكل هذا. مباراة الوحدة ترى كانوا نفس الشكل، في كرة في العارضة وكرة هنا وكرة هنا، والكرة رايحة جاية من قدام أرمى الوحدة. ركز في الكلام اللي بقوله أنا الآن، واضح كلامي ترى، بس ما في هوية، بس عدم توفيق. كان وش تقصد بالهوية؟ قدام الوحدة كانوا ممكن يكسبوا. طيب أنا أقول لك الآن كان يكسبوا الوحدة من الوقت الأصلي. أبو ماجد الأهداف ضاعت، الأهداف ضاعت هنا الأهداف حضرت. صحيح أبو ماجد، بقول لك حاجة بس أنا بتكلم فني، دقيقة بس. الأهداف حضرت، المدرب الآن يلام أحيانا إذا قال الفريق لا يصل إلى مرمى الخصم، صح ولا لا؟ وأنا المهاجم ضيع أوكي، الآن في مباراة النصر مع الوحدة ضيعت 6 و7 و5 هجمات محققة، هذه لا علاقة لها بالفكر التدريبي بالنسبة في المباراة. لا أنا بتكلم الشخصية، أنت بعد ما سجلت الهدفين هذيك انتهت المباراة بشكل مختلف. بس الشكل الفني مو مقنع. ما هو مقنع، الصيغة ليش نحن الهلال بنقول مقنع؟ لا خلينا الآن، الصيغة الفنية أكيد للنصر غير موجودة، لكن اليوم أنت لازم تحقق فوز حتى لو بدون مستوى. أنت اليوم الوحدة فزت بدون مستوى القتالية صراحة. نعم. ما ولا عندك مدرب عالمي ولا عندك لاعبين عالميين، ولا ضيعت الفرصة اللي جاتك، ما ضيعتها. فأنت هذا اللي الآن ترك لي شكل صيغة بصمة. هذه أنا عشان أنافس وأبغى بطولة الدوري وأبغى كده، بس لك 5 جولات لازم شخصية، لازم شكل. أنا شو قلت في الأخير أبو ماجد على الهلال الآن؟ عارفين أنه الشخصية والشكل هذا. لا شو قلت يا أبو ماجد في الأخير؟ قلت له أنه أي مراجعات أي معالجات، وأنا قلت في أخطاء، قلت أي معالجات ومراجعات فعلا لابد أن تتم خارج الآن، فقط تحصل على 3 نقاط إن شاء الله بأي شكل من الأشكال. ما عاد الآن تقول لي والله أنا أبغى شكل أيوة في نهاية الدوري، هذا اللي قصدت. النصر يحتاج إلى مراجعات، له فريق ممتع، يحتاج إلى أدوات حقيقية تتكون أو تتشكل. أستاذ الفاضل، فريق النصر فريق ممتع؟ ما احتاج انه يكون ممتع بقدر ما يحتاج انه يحصل يعني يحصل بطولة الدوري. يعني الآن تقول الفريق الممتع، الاتحاد في فريق ممتع، أول تمس الشباب ممتع، اللي لعب الشوط الثاني فريق ممتع. اوكي والاتحاد كان ممتع. لحظة انا بقول لك الشباب كان الشوط الثاني فريق ايه ده، يلعب كورة ووصل للباب وفريق وبيقاتل وبيهاجم وله شخصية زي ما الاتحاد مرتب. هذا شكله مرتب بس ولعب مباريات اصلا ممتع كان فيها الاتحاد. يعني انت الان دوري كامل، دوري كامل، لكن النصر هتلاقي لك 10 و12 مباراة الاتحاد كان ممتع. النصر ماني شايف يميز الاتحاد انه 7 لاعبين الاجانب من الموسم، بدايه الموسم العمود الفقري حقه على كله شغال مع بعض. نعم طبيعي حتى اللاعب اللي ستجد عليه ملاحظات الفريق ايش
نعم شايل داخله في المضمون، لكن النصر مثلا فقدت نص قوتك بالرحيل الحارس من الجوله التاسعه او العاشره، فقدت اثنين او ثلاثه لاعبين اجانب. مع احترامي دكتور عبد العزيز، لما تيجي تقول انا فقدت نص قوتي بسبب الحارس وعندي سته لاعبين اجانب اخرين او سبع لاعبين اجانب اخرين، هذا خلل في انك انت ما انت شكرا انت ما استفدت منهم. ما لعبته اذا حتى وان كان الفريق فايز الا انه يعني النصر يعاني من مشكله كبيره في انه والله هذا الفريق وهذه المجموعه تقدر انت تقول انها تنافس وتاخذ بطوله الدوري بالذات. بس ثاني اقول لك ثاني الملاحظه اللي تفضلت فيها هذا بعد خسارتك الصداره نتحدث عن هناك اشكاليه فعد حصلت اليوم باقي خمس فقط. كابتن عبد الله يحكي قبل الصداره يعني حتى قبل الصداره وتكلمنا عن العقيد نعم. الحارس وقلت له وقال نفس الكلام ده لما قالوا ان الحارس نادي النصر فقد، قلت لك لا ممكن يمشي بالعقيدي وفعلا العقيدي لا كويس لا لا لكن لا فريق لا النصر قروهي الاتحاد يقدر يمشي بدون قروهي ما يمشي لا 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 ما يمشي فريق النصر ما يمشي. طيب ابو عابد قناعه اليوم يعني يمكن خلينا نقول ثنائيه تاليسكا ورونالدو ما في شك انهم لاعبين كبار ومهمين جدا حتى على صعيد التهديف والارقام اللي حققوها، لكن تنظيميا اتكلم حتى بالذات يعني نقول من ناحيه الضغط الفريق النواحي الدفاعيه اللي مطلوبه من المهاجمين في هالمرحله هذه، ما تشوف اليوم النصر نوعا ما في التنظيم افضل؟ الله المفروض النصر مش يكون في المباراة هذه الأفضل، المفروض الموسم كله يكون يعني مبارياته كلها في تصاعد. النصر عنده مشكلة كبيرة جدا. لو تلاحظ مثلا خلينا نقول فريق الاتحاد الآن متصدر الدوري صح ولا لا؟ حلو. الأطراف حقين الاتحاد تشوفهم فين في الحالة الدفاعية؟ مساندين طبعا حتى يرجع الى خط ال 18 نعم. الى خط 6 صحيح. في بعض الاحيان رومارينيو ياخذ كور من بالضبط محور الاتحاد. الاطراف في الهلال تشوفهم فين؟ برضو مساندين نعم صحيح. لعبت الوسط ادوار مزدوجه موجوده حلو. النصر اثنين منهم ما يدافع، واذا واحد كابتن يعرف والدكتور يعرف، إذا واحد تأخر في عملية الضغط ولا مراقبة المنافس فشلت الحالة، كل الفريق حيروح في داهية، كل الضغط هذا حيروح في داهية، لأنه نعم. واحد يتأخر خلاص يكون في نقص عددي، وبالتالي هناك في زيادة عددية، وبالتالي إيش التغطية حتكون سيئة نعم. وبالتالي النتائج حتكون سيئة. لما يكون انت عندك اثنين من اللاعبين ما يدافعوا ما يدافعوا بالطريقه اللي مثلا يدافع فيها خلينا نقول ماريجا ميشيل حق الهلال رومارينيو ال- 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 الاطراف اللي يرجعوا مع المهاجمين ويرجعوا مع الاظهره كمان طيب ويقفلوا المساحات. كره القدم وقت ومساحة، كيف أنت تسكر المساحة وكيف أنت تستغل الوقت يا في التمرير يا في التسديد والأمور الفنية هذه التكتيكية. إذا كان في خلل في عملية الوقت وعملية المساحة هذه طيب وخصوصا المساحة طيب حترهقني انا بعدين يقول لك والله دفاع النصر مو كويس دفاع النصر والله مو كويس. طب ليش دفاع النصر مو كويس؟ تنظيم دفاعي ما في تنظيم المنظومه كلها الفريق كله المنظومه الدفاعيه حقته سيئه وخصوصا في المباريات الحساسه. النصر اتعطل من مين؟ الهلال مباراة تنافسيه مباراة تنافسيه الاتحاد تعطل منه بالتعادل وتعطل منه بالخساره نعم. الهلال نفس الشيء تعادل وخساره طلع وطلع في الكاس صح ولا لا؟ الشباب الى الان تعادل الى الان تعادل لا اقصد انه لعب الدور الاول فقط المباراه الدور الثاني تعادل الى الان تعادل باقي الدور الثاني نعم. اليوم النصر لعب ضد مين؟ مع احترامي الشديد لفريق الرائد سيء من سنوات، يعني الفوز هذا ترى ما هو مقياس
لكنه يحتاجه. برافو عليك، يحتاجه. طيب نعم. لكن انا ما احتاج بس والله افوز في المباريات مع الفرق اللي هم يعني اقل مني مستوى، اقل مني لعيبه، اقل مني امكانيات ماديه، اقل مني حضور جماهيري، اقل مني في كل حاجه. من الظلم انه احنا نقول والله النصر اليوم كان 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 جيد امام الرائد. ما تكون فكرتك من هالمباراه؟ لا ما ابني، لا لا ما تبني عليه، لا ما ابني، ما ابني امام فريق قلت لك الرائد السنوات اللي فاتت ماشي كان بيعاني من الهبوط ولا لا؟ في كل موسم يجلس ها حيهبط ما يهبط، يهبط ما يهبط، والنتائج اللي هي ممكن تحدد بقاء الرائد ولا ما تحدد بقاء الرائد في المواسم الاخيره. فبالتالي من الظلم انك انت تحكم انه النصر كان جيد في مباراه الرائد. نعم. طيب حناخذ فاصل قصير ونرجع نواصل معاكم ما تبقى من برنامجنا. ازرق شفتي في احضان الامل اللي ياما ويا مشالك باليدين، الزعيم اللي تسيد هالزمان، اتحدى لو قدرتي تنكري اسيا. حياكم الله في الجزء الاخير من برنامج الديوانيه. اليوم نورنا ابو عابد كابتن محمد عبد الجواد، اهلا وسهلا فيك وبقيه موجود قاسم الحربي وخالد الزيد، عبد الله خوقير، فواز الشريف، وعيسى الجوكم، وعبد العزيز اليوسف. نتابع مباراه الخليج واللي انتهت بثلاث اهداف بفوزه، خلونا نشوف اهدافها.
بين سوكول مهاجم الخليج، لقطة قادمة سوكول، جول جول، هدف أول خلجاوي، هدف أول يا ابن عيدانا، الخليج يتقدم. كرة لعب مارتينيز استلم وسدد جول، هدف ثاني للخليج، هدف ثاني لأبناء الدانة، يا ستار العيوب. لمسة جميلة جدا، سوكول يحاول إلى فابيو مارتينيز، شوف المرتدات الخليج، شوف المرتدات الخليج، الخطورة للخليج، جول، الهدف الثاني للخليج. خلونا نشوف حديث رئيس نادي الفيحة عبد الله بانمي مع زميل محمد الخثعمي بعد نهاية المباراة. هلا والله وسهلا، الحمد لله على كل حال. نعتذر للجماهير أعضاء الشرف، اليوم الفريق ما قدم أي مستوى الصراحة، نتحمل خسارة تحملها أنا شخصيا، وبإذن الله نقدر نعوض المباريات الجاية. الفيحة لم يظهر بالشكل المطلوب في مباراة اليوم، ظهر أمام النصر بمستوى عالي، اليوم ما ظهر، لماذا سيد عبد الله؟ والله تعرف بعض المباريات ما يكون فيها اللاعبين كلهم على مستوى واحد، اليوم شفنا ما قدمنا أي مستوى، ونعتذر وإن شاء الله نعوض في القادم. ست مباريات متبقية، تقريبا 18 نقطة للفيحة، الآن الفرق ما بين الخليج والفيحة تقريبا 5 نقاط بعد مباراة اليوم. صحيح، لكن الحمد لله بإذن الله قادرين على تقديم مستوى جيد وبإذن الله الفوز. أيضا نتابع رئيس نادي الخليج بعد المباراة الأستاذ علاء الهمل مع الزميل محمد الخثعمي. والله يعني زي ما تفضلت مباراة فعلا صعبة، نادي الفيحة نادي كبير، ولكن يعني كان هناك إصرار حقيقة، واقعا تحسن المستوى مش من هذه المباراة، يعني لو تلاحظ حتى مباراة الشباب قدمنا أداء جيد، لا نزال يعني أو كنا خلنا نقول في الفترة السابقة نخسر بتفاصيل بسيطة، سواء في مباراتنا مع الفتح في الأحساء أو في مباراتنا في الدمام مع نادي الشباب. اليوم الحمد لله رب العالمين الشغلات البسيطة تداركها الجهاز الفني بشكل جيد، كان في إصرار من اللاعبين أنهم فعلا يرجعون إلى أجواء التحديات، لأن اليوم لو ما فزنا راح نبتعد أكثر وأكثر، لكن الحمد لله رب العالمين كان في حافز قوي للجميع أن نرجع إلى سيهات بالثلاث نقاط. ثلاثة نقاط مهمة في مباراة اليوم، باقي 6 تقريبا جولات. مباراة اليوم أحيت آمال الخليج في المنافسة على البقاء. نعم زي ما تفضلت، أنا لازلت أقول الفرق الصاعدة يعني تحدياتها كبيرة جدا جدا، إحنا هذا أول صعود لنا إن شاء الله، يعني لا يزال المشوار صعب. مباراة مهمة يوم الثلاثاء مع الأشقاء في نادي الاتفاق، وبعدها مع الأشقاء في نادي النصر، دوري صعب، دوري روشن، دوري كبير، وإن شاء الله يعني نكون قد التحدي ونبقى بين الكبار بإذن الله تعالى. 18 نقطة متبقية، ماذا على الخليج نفعل في هذه المباريات المتبقية؟ نقاتل حتى آخر نفس، يعني حتى لو لا سمح الله خسرنا في بعض المباريات، احنا وهذا الكلام للإخوان اللاعبين، سنقاتل حتى آخر نقطة، حتى آخر دقيقة، حتى آخر ثانية، وأنا أتوقع الحسم بيكون يمكن في أو لربما آخر مباراة للجميع يعني، فإحنا إن شاء الله نكون متحفزين ونسأل الله دائما التوفيق. تهيئة نفسية عندكم عالية؟ الحمد لله رب العالمين، اليوم هذه نتائجها اليوم. يعني بعد 6 مباريات أول فوز يتحقق اليوم عيسى للخليج، يعني خلينا نقول لكن في وقته، خلينا نقول أيوه في وقته، بس أنا ما خايف أتكلم. لا ما عليك، بس كنا قرب شوي. لا شوف أبو نواف، الخليج في 3 مباريات الماضية ترى كان متقدم على الطائي 2-0. نعم. بخطأ حارسة في الدقيقة 96 سجل الطائي هدف التعادل. جينا لمباراة الشباب، والشباب يعني رغم كل إمكانيات حقيقة سجل في الخليج في أول دقائق هدفين. نجح الخليج في التعادل.
بعد التعادل 2-2 هدد مرمى الشباب أكثر من مرة، وكان هو الأقرب أن يحقق الهدف الثالث من الشباب، لكن طبعا خبرته وإمكانيات لاعبين الشباب. جينا اليوم المباراة الثالثة هي خارج أرضه أيضا مع الفيحاء، تفوز بثلاثة تصل إلى النقطة 20، تخدمك مثلا تعادل الوحدة اليوم، ما تزيد أنصح يخدمك تعادل الوحدة اليوم مع الـ مع الـ مع الـ مع 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 الفتح. ولكن أنا دائما أبو نواف أكرر هذه الكلمة إلى صناع المنتج الكرة السعودية حقيقة، وكل مرة وكل سنة بقولها إن شاء الله إلى زي ما يجي يوم يتحقق هالطلب هذا. أي يعني العدالة تحسن في الفترة الشتوية، الخليج تحسن في الفترة الشتوية، باطن. تركنا الباطن لأن ظرفه غير في في في, في 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 الموسم هذا. كل فريق صاعد هو عنده 30 أو 20% فقط من الأندية التي تبقى في دور الكبار، بمعنى آخر الأندية التي تبقى في دور الكبار الجهاز الفني قد يكون موجود أو غير موجود، 60% إلى 70% مهيئين أنه يكون في يعني في إمكانيات دوري كبار. لكن الصاعدين يا أبو نواف، أنا لما أجي أصعد كفريق أي فريق، خليج، باطن، الوحدة، أنا لما ما أستلم المكافأة المقررة إلي من البداية عشان أبني جهاز فني جيد، ابني لاعبين اجانب جيدين، استقطب لاعبين محليين جيدين. وترى هذه المشكله كل نادي بدون استثناء، كل نادي يعني ده الوحده، وهو الوحده اللي امكانياته طبعا بالتاكيد افضل من الفيحاء، افضل من الخليج، افضل من الباطن، اي فريق بيصعد الان في دوري الدرجه الاولى مثلا على سبيل المثال الاخدود. فاذا لم تعالج هذه المشكله بالنسبه للصاعدين بأن تكون المكافآت أو الاستحقاقات المالية لديها الدعم من بداية منذ الصعود عشان يبني لك فريق في دوري الكبار، وإلا السيناريو سيتكرر. أنت تقصد أني أنا أعطيه دعمه كامل في بداية الموسم؟ بالضبط، نعم. طيب والمنافسين ما تقدر يا أبو منواف، هذا هو حل، لازم تجرب هذا الحل أنت. إيه بس أنا الحين أنا ساعدت هالفرق هذه على حساب فرق أخرى. لا، مو ساعدت الفرق الأخرى، موجودة موجوده على عيني وعلى راسي، بس انت الان تتكلم توزيع المبالغ هذه لا بد يكون فيه عداله لكل الانديه حتى الصاعده. انا لما اجي اسلمك الدعم الحكومي كامل 50 مليون مثلا في بدايه الموسم، الصاعد من دوري الدرجه الثانيه للدوري الانجليزي للدوري الدرجه الاولى، ايه مو حصته اكبر؟ لا غير صحيح الكلام هذا، هو حصته ال 100 مليون هذه حقه النقل. لا يا شيخ، لا 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 يا ابو نواف، شلون لا البطل الدرجه الثانيه المتاهل الى دوري الدرجه الاولى من الشامبيونشيب الى البريمير ليج، بالضبط. ايوه، هو له ال100 مليون هذه، يسمونها ال100 مليون هذه، تاخذها حقه النقل باوند. اي يعني لا احنا ما بغض النظر عن المبلغ، لكن انت تاخذها بس ما ياخذها على طول. ابو نواف، انت عندك مشكله في كل الانديه الصاعده في دوري الكبار، عندك دائما في الفترة الشتوية يبدأ العمل الحقيقي حقهم. ليش؟ لأنهم استلموا الحقوق. أنا أدخل في دوري الكبار وأنا عندي إمكانيات، معلش ماشي يا سيدي، أنت حطيت حل، معلش يا غالي، أنت حطيت حل الأندية الصاعدة، أيوة، والحبيب داعمك عشان إيش في المركب واحد. لا لكن اسمعني، أنا أتكلم هذه ظاهرة، لا معلش ظاهرة موجودة على رأسي، عندي أندية طلعت، الطائي ما شاء الله عليه طلع، والآن هذه ثاني سنة ومحقق مراكز كويسة. لا تنسى أن العمل الإداري بعد لك عليه، الطائي في أول موسم نفس الشيء، الطائي والله ما يخالف، بس أنا عدلت الطائي متى تعدل؟ في الفترة الثانية يا أبو نواف، ما جيت بس انت راكب الوحده ما تقارن ابو نواف، احنا ما جيت، لا ما جيت انا، ايش قلت لك؟ انت مو صاعد مع الموسم ذا انت، الله يكافئك على السبب. ابو نواف، الخلاصه ان هذه ظاهره تتكرر بالنسبه للانديه الصاعده، احنا تؤخذ في عين الاعتبار يا ابو نواف. انا وش ودي مثلا، لا انا ودي طال عمرك انه هذا الحل على اساس يكون مفيد، لازم نراعي فيه ايضا العداله المنافسه ما بين الفرق. يعني شوف لنا حل ثاني، يعني يقصد ابو نواف انه الفرق الصاعده تحتاج وقت حتى تستوعب هالدوامه. يعني الطائي ترى عاش الامرين، نفس الامر الفيحة في مرحله، الخليج
اليوم اللي طبعا الباطن يعاني لانه عنده المسؤول موضوع الكفاءة المالية يعني 7-9 مليون بس ما كان هابط الباطن. لا قلت 9 مليون ما بقدر اسجل بس ما كان هابط. اعرف بس انا اقول لك يعني في اشكاليات صح من الادارات نفسها. شفت ليش انا قلت يا ابو فيصل انا عندي الباطن اللي كان في حاجة 9 مليون لو رحت مثلا لكلام الاستاذ عيسى بانه الصاعدين نعطيهم المبالغ هذه يا اخي طب الباطن يا اخي تتصاعد عاطي المبلغ انت ما بتعطيه زين من الانديه الاخرى بس لا تاخر انت ما بتعطيه لا ازعج الدكتور قال لا تاخر. طيب خلونا نسمع لاعب الخليجي حمد العبدان مع زميلنا محمد الخثعمي بعد المباراه. يلا اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم مبروك لنا هارد لك نادي الفيحة. مباراه اليوم كانت مباراه دوري يا تفوز وتكمل مع الناس يا تخسر وتقول يا ليت الحمد لله لك يا رب مستوى نتيجة وخذنا المطلوب من كل شيء يعني في هذه المباراة. تقلص الفارق نقطة ما بينك أنت والعدالة ما بين الخليج والعدالة إلى نقطة مع الفيحة 5 نقاط. ما قاعد نفكر إحنا العدالة كم الفيحة كم أو المتصدر كم إحنا نفكر في نفسنا وبإذن الله الجاي راح يكون أفضل لنا وللخليج. ممكن الفترة اللي قبل مرت علينا شوي يعني كان زي ما تقول الحظ مو معنا يعني ولكن الحمد لله لك يا رب وفقنا الله للمباراة اليوم. 18 نقطة متبقية ماذا على الخليج أن يفعل في هذه في المباريات المتبقية؟ نفكر انتهينا من مباراة الفيحة ما راح نفكر 18 نقطة نفكر المباراة الجاية اللي تفاق وكل مباراة ناخذها حبة حبة إن شاء الله. شكرا لك عطيك. عفوا يا رب. الحمد لله أول شيء مبروك لنا هارد لك لأخواني في نادي الفيحة. طبعا قدمنا مستوى كويس المباراة ما هي سهلة لكن الحمد لله توفقنا فيها وتوفقنا في 3 نقاط وإن شاء الله جاي أحسن بإذن الله. واضح أن التهيئة على مستوى عالي في فريق الخليج لمباراة اليوم. والله من أول التهيئة كويسة لكن قبل اللي قلتها ما كانت تخدمنا يعني النتائج كنا نلعب كويس لكن أهم شيء أنك تطلع بال3 نقاط وهذا اللي حصل معانا اليوم إن شاء الله جاي أحسن بإذن الله. 6 مباريات متبقية 18 نقطة متبقية مباراتكم القادمة أمام الاتفاق إن شاء الله بإذن الله نأخذ كل مباراة على حدة ونفكر بكل 3 نقاط وإن شاء الله جاي أحسن بإذن الله. نتابع أيضا مباراة الفتح الوحدة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. يلعب الكرة في محاولة يو محاولة عند محمد لفيت مر محمد لعب الكرة خذوا هات محاولة على الطرف الأيمن مراد باتنا والعرضية اليمين للمحاولة تسديدة النموذجي فخر الحرسة الإسباني تيو في مواجهة حارس المرمى جاكوب فيصل فجر وغول هدف تعادل للفريق الوحداوي. فيصل فجر على يمين جاكوب يعلن من خلالها هدف التعادل للفرسان مكة 1-1 هو الأفضل بدأ بأفضلية رائعة جدا في شوط المباراة الثاني. أبو ماجد نقطة أحسن من لا شيء. والله الحقيقة شيء صعب الموضوع يخوف وفي كاس ملك ايه بس يعني الضحكة صراحة مستفزة. كابتن محمد لانه احنا عانينا كثير والعالة يعرف وشاف وانا من هنا من خلال البرنامج ترى شوف لا الموضوع كبير لانه الخليج العدالة ترى الفرق جدا متقاربة اعطيك النقاط واخشى انه اول شيء مبروك للفرسان مبروك للعيبة انه اول مرة نتأهل نحن على كاس خادم الحرمين وفعلا كانوا ادارة النادي والجماهير فرحانين وبالتأهل هذا وده بس لينا السينة الاهم والاهم اللي هو حضورنا في الدوري لانه دوري الدرجة الاولى يا ساتر اللي بيتابعوا وبيشوف كل ما بتتطور عندنا الرياضة وكرة القدم المسابقات انزل دوري الدرجة اقول لك انك بتشوف دوري صعب جدا جدا الصعود. عموما نحن الان لا تاخذنا النتائج تاخذنا مباراة كاس الملك انا عندي ثقة العداد الذهني اللي صار من قبل الادارة وقبل المدرب عندنا مدرب بطل سيارة
أثق فيه كثير، أعرف تكتيكه، أتفرج، أنا بتابع المباريات. عندنا حارس جدا على أعلى مستوى، وأنا سبق كنت جالس جنبك يا أبو نواف هنا وقلت لك في الوحدة في حارس ممتاز جدا وموفق. بس إن شاء الله نعدي الأزمة. لا تعرف إيش أنا قلت لك نقطع سم لا شيء، يعني الأداء اليوم نعم للفريق الوحدة نعم نعم كان ممكن يعني الفتح يخرج خاسر من المباراة. إيه؟ أنا بتكلم فني. نعم. الفتح أفضل، كان ممكن يكسب المباراة لو مو منير المحمدي. نعم. الحارس أكثر من كورة شالها حقيقة، ورعونة لاعبين الفتح لاعبين بدون هدف، بدون هدف كده، بدون لأنه ما جايبين الخامس هم، وبالتالي في نوع من الرعونة منهم. تعالي على الكورة، المهاجمين، لعيبة الوسط، شوف المباراة كويس وشوف الكور اللي شاتوها على الباب، اللي بيشوت كذا اللي بيشوت كذا، يعني ما هم مركزين لعيبة الفتح في المباراة. نعم. ما عندهم هدف. نعم. بالتالي الحمد لله. طيب الفتح دكتور جاسم، تعادل 1-1، إمكانيات ممتازة. شوف الفتح أعتقد على مركز الخامس ما في خوف عليه. يعني بس فرق نقطتين عن التعاون. اي ما في خوف عليه، ما انا اقول لك في المنطقه تقريبا القريبه للاعلى مش للاسفل. فباقي 5 نقاط، عندنا 5 نقاط فيها 15 نقطه ممكن تتقدم فيها، وللامانه الفتح مع الفرق اللي في المقدمه يقدم مستويات ممتازه. مع الهلال، مع النصر، مع الشباب، مع الاتحاد يقدم مستويات. هم مساحاته، هم يبحثون عن النتيجه معه، يحاولون هم يعدلون النتيجه. نعم. فما عليه خوف يعني فنيا، لكن الشيء المقلق انه يفوز الجوله السابقه يجيك الجوله اللي بعدها يخسر. ممكن يخسر مثلا من ابها خلينا نقول، وهذا حصلت نعم. حصلت في الدوري. فاز على الهلال، راح خسر من ابها في ابها. ففي نوع عدم الاستقرار، في نوع من التعالي عند بعض اللاعبين. اتمنى من المهندس سعد العفالق يعني ينتبه للنقطة هذه. المفترض ان فريق كرة القدم مباراة اليوم وبكرة اذا ما في عندي مشاكل اصابات، ما عندي مشاكل طرد لاعبين، من المفترض انهم يلعبون بمستواهم الفني المعهود. لكن للامانة يعني الفريق ماشي بالشكل الصحيح، الصرف المالي عليه ممتاز، الأداء الفني اللي قدمونه غالبا خلنا نقول 70-60% يعتبر على حسب الإمكانيات اللي موجودة يعتبر إيجابي. نتمنى إن شاء الله للفتح أنه يتقدم مراكز بعد الأفضل. طيب نشوف مباراة الاتفاق وضمك اللي انتهت بفوز الاتفاق بهدفين دون مقابل. توصل لأحمد حامد يلعب كرة للأمام، الراس، الله، ما لهلا الشيك يوسف رياكاتي بالراس، كاتي هرب يوسف، تقدم يوسف رياكاتي، جول، يا يوسف يا سمراني، ثاني الهدف، الله 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 الله. الدقائق الأخيرة. والله شوف الاتفاق عنده مشكلة، يعني مشكلة إدارية وفنية، وأخذ سنوات فيها يعني كانت سهلة. أنا أول ما استلم الرئاسة أخونا خالد الدبل من الجيل الشاب اللي الطموح الكذا، وبعدين يرتكز على إرث عبد الله الدبل الله يرحمه، توقعت شيء مختلف في الاتفاق. الحقيقة كان حقل تجارب الفريق من أجهزة فنية، من لاعبين، من أنصاف لاعبين وأنصاف تعاقدات. السنوات هذه اللي عدت على الاتفاق في هذا الضخ المالي الكبير، يعني ما مر على الاتفاق زي هذا الضخ، وإن كان في السنوات الماضية يعتمد على رجال أعمال يمكن واحد ولا اثنين، نتكلم مثلا عن الطويرقي، نتكلم عن عبد العزيز الدوسري، نتكلم الراشد، مجموعة بسيطة. لكن وين لو ذولك الشخصيات موجودين مع هذا الضخ الموجود، فكر كورة وحضور كورة. أنا شفت نياكاتي اليوم، يعني رغم انه يعني يحسب للكابتن عبد الله خوقير لاعبكم صح كابتن؟
ويعني في ادارتكم ما توفق مع الاتحاد وهنا جاته اصابات. لا في ادارتكم كان موجود. لا لا احنا جاء السنه اللي بعدها هو كمهاجم. ايوه لانه انا استغرب الوحده هذا الموسم رجعت للوحده ما في لعيبه يعني مو ذاك الاجانب. لا عندنا الحارس كويس وعندنا نسلمه. نسلمه والحارس. طيب الحارس ونسلمه. طيب مشكلة الحين تبي ترجع بس لعبنا على الكاس ان شاء الله تبي ترجع يا رب. خلونا نشوف برضه معنا نسلمه حارس وحنا نلعب على الكاس. ايوه وكاس عجبني تبغى ركلات ترجيح زي الأخيرة عندنا العدالة. طبعا استطاع انه بالامس يفوز يعني جماهير فريقي العدالة والخليج سعداء جدا ونتائج مفرحة بالنسبة لهم ومؤلمة بالنسبة لي لعبد الله خقير. تخيل بس ما يمنع ابو نواف نقول الاتفاق في الاونه الاخيره تحسن. نعم. قبل الاتفاق هذا الموسم اول مره يحدث انه يفوز بمباراتين متتاليتين وحسب المراجعه اول هدف يسجلونه في الدوري بالراس. هذا بس شوف ابو عبد الله طيب هذا الاتفاق شوف من 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 يعني من الخليج الى اتفاق 8 فرق 10 نقاط من 20 الى 30 نقطه تخيل. صح. يعني صح. وش حيكون الـ 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 يعني ثلاث مباريات اي يعني شو تخيل انه نقطه 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 الفرق في المباريات. طيب هذا يرجعنا هذا يرجعنا الكلام الدكتور جاسم لما ذكر مثلا ان الفتح يحضر امام الفرق اللي تنافس في المراكز الاولى ويخسر امام الفرق اللي في الوسط والاقل. ترى دورينا صار صعب طبعا. يعني انت ما تتكلم عن الفتح بس في انديه الان في المركز الاول الثاني الثالث خسرت يعني نتائج امام هذه الفرق اللي انت تتكلم عنها. فالدوري صار صعب الحين الهلال امام والله الباشر. شوف خلينا نكون منطقيين. انا برجع للحاجه اثارها ابو عبد الله للصاعدين في الدعم. حتى اللي موجودين لابد يحتاجون دعم خاصه الانديه اللي في الوسط واقل. اذا ما تعطيني ميزانيه انا اسوي معسكر صحيح واختار الجهاز الفني الصحيح واختار اللاعبين الصحيح اذا كيف بيكون ادائي في الدوري؟ اكيد اول خلينا نقول الدور الاول اذا ما اعطيتني الامكانيه اكيد ما راح اقدم مستوى بيكون على حسب امكانياتي اللي كنت فيها سابقا. لكن لما الدعم يجيني من الاول انا اقدر. كيف تبغاني اسكن في بيت وانت ما اعطيتني ابنيه من الاساس؟ من نعم. الاساس ماشي. طيب خلونا ناخذ توقعاتكم على السريع لمباراه الهلال وراوا. ابدا من عندك كابتن محمد اعطينا توقعك المباراه بكره. الهلال مرتاح في المباراه؟ لا مو مرتاح بس بخبره الهلال تقدر تعطي النتيجه ولا ما ودك؟ 1-0 1-0 2-0 للهلال 2-0 وساره اعطيك امنيه و... لا لا امنيتك عارفينها ان شاء الله نبي النتيجه اللي تتوقعها. هم فنيين وحللوا ترك ذرب انت بس زياده عن اللزوم. طيب طيب عطنا عطنا التوقع. انا اتوقع فوز الهلال وفوز مرتاح ان شاء الله. ايه؟ في الاولى وفي الثانيه. اي كم تعطيني النتيجه؟ 2-0 يا ريت ان شاء الله 2-0 نخلصي الدكتور جاسم. والله اذا اتوقع وتمني 3-0 3-0 انا كذا كذا عندي قراءه انها بتكون في سيناريو انه ممكن سجل الهلال اكثر من هدفين. نعم فاقرب للثلاثه. ماشي كابتن عبد الله. الاثنين 2-0 هلال 0 ايوه 0. طيب بس الجوكر ان شاء الله يا رب فارق هدفين. فارق هدفين يعني ممكن 2 ممكن 3-1 ممكن 2-0. انا اقول فارق هدفين بس انه يسجل. يعني اذا جاء بكره نقول قال فارق هدفين عطنا اهم شيء ما يسجل. فارق هدفين ان شاء الله يا 2-0 يا 2-0 وهي مثل الاخوان. لكن انا اتوقع انه في حاله الهجوم في حاله حتى الثلاثه ممكن يسجل وراء ويستغنى يعني 3-1 تقول. نعم 3-1 بس بشيد بالحضور الجماهيري للعدالة لأنه حقق تقريبا هو الثالث على صحيح. مستوى الدوري بالحضور الجماهيري. نعم صحيح فعلا يستحقوا الكثير حتى من وصولهم في الموسم اللي قبل الماضي كانوا أيضا حققوا حضور جماهيري عالي واليوم يحققون حضور جماهيري. دليل على هذا الدعم أيضا يساعدهم في أنهم يعني يتقدمون يعني مراحل ومراحل للبقاء في الدوري. أتصور النتيجة 3-1 بالنسبة لي. 3-1 للهلال. 3-1 نقول إن شاء الله يعني نكون فوز مريح للفريق الهلالي في مباراة الغد أمام فريق أوراوا. بكل تأكيد فريق مدجج بالنجوم
بالخبرات الشخصية الكبيرة اللي دائما تحضر في المناسبات. أيضا نتكلم على إدارة غير عادية، إدارة حققت في يعني هذه السنة الرابعة إنجازات صعب جدا يعني يتم تحقيقها في إدارات أخرى، يعني حتى لو كانت يعني إدارة قادمة للهلال أنها أمامها تحدي كبير أنه تحقق ما استطاع الأستاذ فهد بن نافل تحقيقه خلال فترة رئاسته من إنجازاته وبطولاته وأيضا من عمل إداري واستثماري منظم. احنا نبغى نختم حلقتنا بكلمة من الكابتن محمد عبد الجواد بحكم أنه كان ضيف غالي لأول مرة في برنامج الديوانية. الله يسلمك، أنا والله سعيد جدا أني أكون معكم وأعود لقناة الوطن خصوصا مع النجوم اللي موجودين ما شاء الله تبارك الله. الله يسلمك. أنت تفاعل بآسيا يا أبو فهد، يا ابو نواف شوف اسيا واسيا اثنين يعني 2-0 اسيا واسيا. طيب بمشي عشان تجي يعني في مصلحه الهلال. ايوه انا ابغاها كل الهلال، هم ياخذوا كاس اسيا قلت لك هم وانت ويسيبون انا كاس الملك كذا حب يعني. الله يحفظه. طيب تفضل. احلام احلام ابو عابد. الله يعطيك الف عافيه، شكرا لك على حضورك، شرفتنا ونورتنا انت وبقيه الزملاء في برنامج الديوانية، وبإذن الله نلتقيكم بكرة والهلال محقق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب. انتظرونا إن شاء الله الساعة 11 مساء غدا نلتقيكم. تحياتي وتحيات فريق العمل، في أمان الله. مرحب يا الجديد ويا القديم، مرحب يا اللي من عانتك هاي.